شكرا اول شيء لحضوركم معنا اليوم. بعرف اليوم بعد الظهر وتلاقوا صفي هون كتير صعب، فشكرا كثير لحضوركم. كتير صعب. حدا خبرني نبيل انه شافك كلود. اوكي طيب. علاء اجى على البسكليت، فعلاء ما عنده مشكله. تمام. طيب في مي اول شيء للي عطشان بليز، بس بدكم تجيبوا مي وقعدوا. وشكرا كثير لحضوركم. لحعرف شوي عن نفسي سريعا، اسمي محمد نجم، انا احد مؤسسي منظمه التبادل العلمي الاجتماعي سماكس. ونحن بنركز على الحقوق الرقميه على الانترنت، وطبيعه شغلنا بيعتمد على ثلاث شغلات اساسيه اللي هي الحقوق الرقميه. يعني نحن بنعمل بحث واعمال مناصره، حملات مناصره، وبنعمل كمان وتدريب. سو هول ثلاث شغلات نحن اساسيات بنعملهم. وهلا نحن بصدد افتتاح اذا بدكم مركز لنا او مكان نوعا ما عام او خاص شوي، يعني بين هالشغلتين، ليكون مركز اساسي لنكون دائما عم نعمل حديث مثل هلا اللي عم بيصير، او تدريبات، او اي شيء له علاقه بالانترنت والتطوير بين انترنت حريه التعبير، انترنت حقوق الانسان. فحابين نحن دائما نعمل هيدا النوع من الحديث. وانا اليوم كثير مبسوط انه معنا شخصين مميزين جدا بالنسبه لي على الاقل. معنا فهد، هو منظمه الايكان، والايكان الشرق الاوسط. يعني فهد مسؤول بيغطي منطقه الشرق الاوسط وتركيا وكمان جنوب غرب اسيا. فهد كمان شغله بيعتمد انه يتواصل مع ناس مثلنا واصحاب المصلحه اذا بدكم بكل المنطقه اللي عم بيغطيها، فبيقضي اغلب وقته مسافر. كمان فهد نشيط كثير على الموضوع اللي له علاقه النموذج، كيف بتكون حوكمه الانترنت اذا بدكم، او اداره الانترنت. فهلا حيحكينا كثير عن مواضيع اللي علاقه بالاي بي ادرس، بالدومين نيم، وكل هالمواضيع. نبيل بو خالد، اكس فاكتور، هو اكس صح. نبيل اللي ما بيعرفه، انا برايي نبيل هو اذا بدكم الاب الروحي للانترنت بلبنان، انا بعتبر، لانه نبيل هو اول شخص يمكن جاب الانترنت على لبنان. وكنت انا وصغير شوفه امرار هيك على التلفزيون عم يحكي على الانترنت، وكان نشيط بالايوبي، وكانت دومين نيم مسجله هونيك. ونبيل يعني مرحله عم بجرب اكثر يفتح الانترنت بلبنان، تكون اكثر نموذج جابتكم لتنوع اصحاب المصلحه. وكرمال هيك كان هو رئيس ايسوك، وهلا بده يحكينا عن شيء اسمه لينك، ليبانيز انترنت سنتر، مركز الانترنت اللبناني. فرح يحكينا عن كثير مواضيع. ونبيل احد الاشخاص القليل باللبنان اللي فيكم تحكوه على الانترنت من دون ملل لساعات وساعات. فحابب شي مره نعمل دوكيومنتري كمان. اوكي. فشكرا كثير لحضوركم. في شغله انا كمان حابب اقولها، انه نحن حاليا بصدد لتنظيم مدرسه لحوكمه الانترنت بلبنان. هي حتكون مبدئيا 5 ايام بشهر اب، نحن ومنظمه الايكان. هيدي مدرسه حوكمه الانترنت بتصير كل سنه مره، كل مره ببلد. فاللي مهتم منكم انتم هون بس خبرونا، لانه نحن بس نطلق الدعوه نتاكد انه نبعث لكم ايميل. اكيد هذا الشيء ما بيعني انه اخترناكم، لانه المدرسه فيها منافسه للناس اللي بدها تفوت، فمنحطكم بالجو، وممكن نحن بعدين نختار مين اكثر اشخاص لازم يكونوا بهالمدرسه. وحابين نحن اكيد دائما نعمل هذا النوع من النشاطات والتدريبات الموجوده. فهلا بدنا نبلش مع فهد ليحكينا اكثر عن الاي بي ادرس والدومين نيمز. تفضل فهد. وبدي اقول شغله كمان، انه بتلاقوا على الجنب محطوط كواليس الانترنت مع هاشتاج، فاللي بده يعمل تويت يستعمل هذا الشيء بالعربي، كواليس الانترنت، للناس تتابع على نفس الهاشتاج.
يعطيكم العافية جميعا. بتحبوا أحكي بالعربي ولا بالإنجليزي؟ هي السلايدز بالإنجليزي. عربي؟ أوكي، على كل هي السلايدز بالإنجليزي. أتوقع لازم أبعد من هون. أوكي، يعطيكم العافية جميعاً وشكراً جزيلاً على حضوركم. أنا اسمي فهد بطاينة من هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة أو الآيكان. بشكر سمكس على دعوتهم الكريمة لإلي، وأنا سعيد بصراحة إنه دائماً يكون في عندنا إنجيجمنت مع سمكس. طبعاً لما عملنا هيك عصف ذهني أو برين ستورمينج لإيش الموضوع اللي بدنا نحكي فيه، يعني ارتئينا إنه موضوع أسماء النطاقات من الممكن إنه يكون موضوع ذو اهتمام للحضور. طبعاً هي المحاضرة تفاعلية، it's an interactive session، فيك توقفني في أي وقت، اسألني أي سؤال بتحبه، إذا بتشوف إنه في إشي ما أنت مقتنع فيه حاول تقنعني بعكس ذلك. طبعاً أنا باجي من الأردن فلغتي العربية شوي ممكن تكون واضحة عليكم يعني. فراح أحكي عن أربع مواضيع اليوم في يعني المحاضرة. راح أعطيكم نبذة شوي عن الآيكان وشغل الآيكان. راح أحكي شوي عن أسماء النطاقات وإيش هي أسماء النطاقات. راح أحكي عن صناعة أسماء النطاقات عالمياً، وراح أحكي برضو عن صناعة أسماء النطاقات في منطقتنا اللي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا. طبعاً أولاً يعني من الضروري إنه نفهم إيش الآيكان وإيش شغل الآيكان. طبعاً آيكان أو هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة هي جهة معنية بثلاثة أشياء لها علاقة بالإنترنت. واحدة اللي هي أسماء النطاقات، وثانياً عناوين الإنترنت أو الـ IP addresses، والثالث اللي هي بروتوكولات الإنترنت. طبعاً هناك مسارين في الآيكان في هالثلاث مواضيع. واحد اللي هو مسار بناء السياسات، وهذا شغل الآيكان أو مجتمع الآيكان بالذات، والمسار الآخر اللي هو الجانب التقني واللي هو شغل الآيانة، وراح أحكي لكم شوية بشكل سريع يعني عن إيش الآيانة وإيش شغل الآيانة. طبعاً إحنا في الآيكان بندعم التنافسية على شبكة الإنترنت، وبرضه بنبني السياسات. طبعاً إلنا ثلاث مكاتب رئيسية حول العالم، واحد في سنغافورة، واحد في إسطنبول، وواحد في لوس أنجلوس. والهدف من وجود ثلاث مكاتب في ثلاثة أوقات جغرافية مختلفة، الهدف منها أنها تغطي يعني إنه الآيكان تغطي خدماتها للناس المعنيين يعني على مدار الساعة ست أيام في الأسبوع. طبعاً إلنا موقع إلكتروني اسمه ican.org، يعني فيكم تدخل على الموقع وتتصفح وتشوفوا إيش في أشياء ممكن تلاقوها على الـ على الـ على الإنترنت عن الآيكان. واحدة من الأشياء الضرورية اللي دائماً إحنا بنحكي للناس عنها إنه الآيكان شغلها محدد في الإنترنت. طبعاً في جهات أو في أناس بيعتقدوا، طبعاً هم أناس كثار يعني بيعتقدوا إنه الآيكان هي التي تدير شبكة الإنترنت ككل. نحن لا ندير شبكة الإنترنت ككل، إحنا شغلنا في الإنترنت محدود جداً. مثلاً أمور إلها علاقة بالبنية التحتية إحنا ما إلنا علاقة فيها، أمور إلها علاقة بالمحتوى ما إلنا علاقة فيها، أمور إلها علاقة في البريد المزعج أو السبام ميل برضو إحنا ما إلنا علاقة فيها. زي ما حكيت مسبقاً، وطبعاً إحنا دائماً لما بنحكي مع الناس عن الآيكان أو بنحكي مع أصحاب المصلحة عن الآيكان يعني منأكد عليهم إنه شغل الآيكان محدود، أسماء نطاقات، عناوين إنترنت، بروتوكولات الإنترنت. الآيانة حكيت لكم من شوي عن الآيانة. الآيانة هي الإنترنت Assigned Numbers Authority، ويعني وبلغة مبسطة أكثر هي الجانب التقني من الآيكان. يعني الآيانة تشتغل برضو في منظومة أسماء النطاقات، تشتغل بعناوين الإنترنت، وبتشتغل برضو ببروتوكولات الإنترنت بس من الجانب التقني. الآن ممكن يعني راح أحكي شوي عن 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 أسماء النطاقات. هلا هذا الشكل العام لأي اسم نطاق، HTTP whois.icann.org، يعني هذا مثال. .org يسمى top level domain
أو نطاق المستوى الأعلى، يعني هيك ترجمتها في العربي. هلأ ICANN اسم الدومين أو اسم النطاق، يعني SMEX مثلا عندهم SMEX.org، فSMEX هو اسم النطاق، .org هو Top Level Domain. هلأ ممكن أنا أعمل Sub Domains، يعني مثلا في جهة مثلا عندنا الميل في الآيكان اسمه mail.ican.org، أو مثلا ال whois whois.ican.org. فال whois هون في هاي الحالة يسمى Sub Domain أو نطاق، اسم نطاق فرعي. طبعا ال HTTP هو البروتوكول، وممكن يكون، وطبعا في بروتوكولات أخرى، فممكن أحيانا تشوف HTTPS مثلا، أو ممكن تشوف FTP، فهي كلها بروتوكولات مختلفة لها غايات مختلفة. طبعا هذا فيديو سريع عن أسماء النطاقات، هو في اللغة الإنجليزية، بس ممكن نشغلها. What is a domain name? As you know, to go to someone's website, you type an address into your web browser or click a link that takes you there automatically. That takes you inside the domain name system, or the DNS for short. Just as you dial a unique set of numbers inside a central telephone system so your phone call makes the correct connection, the DNS lets your computer, cell phone, or mobile device connect with its intended website or email address. And like the phone company, the DNS uses a unique string of numbers called IP addresses, IP standing for Internet Protocol, to make the connection. But most of us don't have to bother with IP addresses because we have easy-to-use domain names instead. For example, the IP address for ICANN's website is 192.0.3.2.7, but the website's domain name, ICANN.org, is much easier to remember. And that's why the DNS was created, to translate IP addresses into unique, easy-to-remember addresses called domain names. There's one important thing you should know about the parts of a domain name to the right and left of the last dot. In example.org, the org to the right of the dot is called a generic top-level domain, or GTLD. There are also ccTLDs, which are country codes like .us for United States and .jp for Japan. Example to the left of the dot is called a second level domain. You'll want to remember this distinction next time you register a domain name. You can learn more about that in our next tutorial. طبعا من الاشياء يعني الاساسيه في ال اوكي من الاشياء الاساسيه اللي لازم نعرفها عن domain names، انه يعني كان الهدف من اسماء النطاقات انها تسهل على الناس الدخول الى شبكه الانترنت. يعني بعتقد احنا كلنا بنعرف نكتب google.com صح، بس حدا حافظ الاي بي ادرس لجوجل؟ وطبعا حتى الاي بي ادرس لجوجل مثلا بيختلف من مكان لمكان، يعني ممكن في بيروت يكون له اي بي ادرس مختلف عن مثلا في مصر او في أي مكان آخر. فبرضو هذا يعني جانب آخر من أسماء النطاقات، هي عملية تسهيل على الشخص أو مستخدم الإنترنت أنه يدخل على شبكة الإنترنت ويستخدمها بالطريقة اللي هو بده إياها. طبعا هناك تصنيفات لأسماء النطاقات، وضروري نفهم هاي التصنيفات. أول تصنيف هو خاص بالبلدان، يسمى CCTLD. CCTLD اختصار ل Country Code Top Level Domain، يعني نطاق المستوى الأعلى لرموز البلدان. مثال بسيط على ذلك .lb، .lb يسمى CCTLD. هناك GTLDs أو Generic Top Level Domains، ويعني أبسط الأمثلة عليها .com. .com ليس مربوط ببلد، مثلا في حالة .lb هو مربوط بلبنان، أو مثلا جي او للاردن مربوط في الاردن، او دوت يو اس مربوط بالولايات المتحده الامريكيه. لكن في حاله الدوت كوم مثلا او الدوت نت او الدوت اورج هي اسماء عامه ليست مرتبطه ببلدان، وانما مرتبطه بمجتمعات. ممكن نحكي الان في الجي تي ال ديز. يس بليز. اوكي، يعني لما يعني برجع بحكي مثلا دوت ال بي بتخص لبنان، بتخص يعني ممكن مثلا هي طبعا
احنا هيك بندخل في موضوع عميق جدا. مثلا في حالة دوت ال بي هو نطاق علوي بخص دولة لبنان. الآن مثلا الجهة اللي ماسكة دوت ال بي هي اللي ممكن تقرر ايش سياسة دوت ال بي، مين ممكن يسجل دوت ال بي، هل هو متاح للجميع، هل هو مش متاح للجميع، هل مثلا الشخص اللي لازم يسجل دوت ال بي لازم تكون جهة موجودة في لبنان او لا. يعني في خلينا نحكي سياسات تقرر كيفية استخدام دوت ال بي. بس مثلا في حالة بعض الأسماء زي دوت كوم أو دوت نت، يعني أي شخص ممكن يسجل أي اسم بدي إياه عليها، ويعني عادة السياسات بتكون أبسط فيها. بس طبعا مش لكلها، طبعا في يعني في تصنيفات الآن يعني راح أطرح لك إياها وراح أذكر لك بعض منها يعني وأعطيك أمثلة عليها. يعني مثلا لما بنطلع على الجينيريك توب ليفل دومينز او اسماء يعني نطاقات المستوى الاعلى العامه، مثلا في عندنا شيء اسمه سبونسر مثلا دوت اسيا، بيشترطوا عليك إن اوكي مثلا انه هاي بتخص اسيا، فبيشترطوا عليك لما بتسجل دوت اسيا انك تكون شخص مثلا مقيم في اسيا او عندك مثلا مصلحه في اسيا. يعني لو اجى شخص من برا اسيا وما له اي ارتباط باسيا وحاول يسجل دوت اسيا على الاغلب راح ينرفض. فهاي السياسة هيك بتحددها. دوت كات مثلا منطقة كاتالونيا بيشترطوا على الشخص اللي بيسجل تحت دوت كات انه يكون من منطقة كاتالونيا او يكون له ارتباط بكاتالونيا. الان في نوع اخر من الجي تي ال ديز يسمى يس بليز هيستوريكلي سي سي تي ال ديز كان عندهم جيوغرافيك لوكيشن يعني مثل دوت ال بي لبنان، بس after 1995 that geography disappears. يعني مثلا انت مجرد تكون عايش بفرنسا تسجل دوت اف ار، مجرد تكون عايش بالسودان تتجوز دوت تاني، وايل بلبنان احنا بعدنا you need to be in Lebanon تسجل دوت لبنان، بس ما في شيء بيجبر انك تكون هيك. لا 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 قبل الايانا كان في حدا اسمه جون بوستيل. قبل الايانا كان في حدا اسمه جون بوستيل يلي كان هو بيعطي الاسامي، اند جون بوستيل كتب شيء اسمه ار اف سي ريكويست فور كوماند، وبهالار اف سي حاط شو هن الريجوليشنز. ف ات ذات ليفل قالوا انه بما انه في دوت كوم دوت نت دوت اورج وهن فوقهم في شيء اسمه دوت يلي هو روت يلي ما ذكروا فهد قبلهم في دوت لحالها اللي هي روت. ارتقوا الجروب يلي هو كتير صغير من التكنيكال بيبل لأنه ليش ما بنعمل كمان دوت اف ار دوت دي اي لل دوت ال بي، ونقوا هودي على بيس اون ذا كود يلي عندها ال اي تيو. ال اي تيو كانت عاطي هذا الكود مينلي كان للتلكس ولا بهذاك الوقت، فاستعملوا نفس الكود تبعهم وقالوا it's going to be restricted for the regions. بس بعد ما وزعوا هودي الاسامي they discovered انه الناس قالوا ليش الدوت كوم في عطي من مكان أنا ما فيني أعطي دوت اف ار وما في شيء بيمنع، فصاروا يعطوا بهالحالة. هلا لبنان ضلينا as a close country لعدة أسباب، واحد منهم is being in war with Israel، وكان عندنا مشكلة مع الدول اللبنانية إنه بلكي على شركة إسرائيلية أخذت اسم مثل ما بيعملوا بالدوت كوم أو، فقلنا كيف الحل لهيدا؟ أوكي بدنا ناخذ local presence. رح نحكي بعدين على دوت ال بي، ما بدي احكي عنه هلا، بس انه الرولز هودي بنحطوا بيس اون سم ريستريكشنز يلي مسابين بكل محل. اوكي شكرا نبيل. فزي ما ذكر نبيل يعني نعم فيما يخص سي سي تي ال ديز او اسماء النطاقات الخاصه بالبلدان، يعني كل بلد عندها منظومه مختلفه. يعني لو تروح على بريطانيا مثلا في جهه اسمها نومينت، هي شركه غير ربحيه، هم اللي بيضعوا سياسات دوت يو كي، هم اللي بيعملوا عملية التسجيل. يعني كل آلية أو كل ما له علاقة في دوت يو كي فقط في إيد نومينات. هلا أروح على أستراليا مثلا، الحكومة هي الريجوليتر، عندهم عاملين زي أورجانيزيشن صغيرة هي اللي بتضع سياسات دوت اي يو، أما الجهة اللي بتشغل دوت اي يو لأستراليا من الناحية التقنية هي شركة خاصة. مثلا برضو في أمريكا نفس الإشي، في عندك الحكومة، في شخص في الحكومة أو يعني جهة في الحكومة هي يعني هم خلينا نحكي الادمن كونتاكت او المسؤول الاداري لدوت يو اس. في منظمه غير ربحيه عاملينها هي اللي بتضع سياسات دوت يو اس،
لكن عملية تشغيل .us برضو بتتم من خلال شركة خاصة. مثلا عندنا في المنطقة العربية أغلب اللي بيديروا CCTLDs هم حكومات. في مثلا في بعض الأحيان أكاديمية مثلا جامعة. مثلا في الجزائر مثلا اللي بيشغل .dz اللي هو للجزائر هي جامعة. مثلا في لبنان نبيل بوخالد كفرد هي شبكة الجامعات المصرية. مزبوط مزبوط. فيعني هي تختلف. وطبعا السبب في ذلك مثلا انه زي ما حكى نبيل قبل الايانا كان في جون بوستيل فكانوا يروحوا على جون بوستيل، ففي بعض الاحيان كان شخص من الجامعه يروح على جون بوستيل. في بعض البلدان مثلا اللي ماسك السي سي تي ال دي شخص، يعني مثلا في الباكستان هو اللي ماسك السي سي تي ال دي شخص بحاله، هو باكستاني يعني مقيم في امريكا. يعني هي تختلف ويعني ولها تاريخ. الان بنرجع للجي تي ال ديز. حكينا انه في السبونسرد وفي الانسبونسرد. في برضه ما يسمى بالنيو جي تي ال ديز او اسماء نطاقات او اسماء نطاقات المستوى الاعلى الجديده. طبعا يعني الى حد قريب الى حد شيء 3-4 سنوات كان الواحد بس بيعرف .com .net .org. الان في اسماء جديده .shop dot hotel dot xyz dot bmw dot gucci. في هي فعليا يعني راح يكونوا حوالي 1250 اسم، يعني حتى للمنطقة العربية في dot arab و dot arab بالانجليزي وبالعربي. في مثلا ابو ظبي قدموا على dot ابو ظبي بالانجليزي وبالعربي. في مدن قدموا على اسماء يعني زي دبي وابو ظبي والدوحة باريس نيويورك. يعني فالان في مسميات جديدة على الانترنت. وطبعا تفضل. انا عندي سؤالين بخصوص الاسامي بالعربي اللي ما شفناهم في انتشر اصلا كثير سنين. صحيح بعد هلا بنشوف. صحيح صح. اوكي يعني سؤالك استباقي بس بجاوبك ما في مشكله. الان في مشكله في الاسماء. طبعا الاسماء النطاقات كانت الى حد قريب يعني قبل ما يطرحوا العربي والصيني والروسي واللغات الثانيه كانت أسماء نطاقات محددة بالأحرف الإنجليزية من A to Z. وبصراحة الإنترنت كلها يعني تم تأسيسها على أنه راح تظلها في اللغة الإنجليزية أو راح تكون في اللغة الإنجليزية. واللي اخترعوا الإنترنت بهذاك الوقت يعني ما فكروا أنه راح يكون في لغات أخرى. ونفس الشيء فيما يخص منظومة أسماء النطاقات. الآن أنت ممكن تسجل اسم دومين بالعربي يعني موجود، ممكن تسجل بالصيني بالروسي، بس في مشاكل إلها. يعني أحد المشاكل أنه كثير من البرمجيات تم تعريفها على أنه اسم النطاق أو نطاق المستوى الأعلى ممكن يكون حرفين زي .lb أو ممكن يكون 3 أحرف زي .com مثلا. الآن فعليا الأسماء مثلا باللغات العربي والصيني هي تسمى نطاقات المستوى الأعلى المدولة، راح أحكي عنها كمان شوي. هاي يعني أوكي أنت كمستخدم أو أنا كمستخدم ممكن أفهم الكتابة باللغة العربية، لكن لما بترجمها للغة الحاسوب ما راح يفهمها باللغة العربية. أول شيء راح يحولها لإنجليزي، وبعدين من الإنجليزي راح يحولها لزيروز أند وانز. هيك بيشتغل نظام الحاسوب أو منظومة الإنترنت ككل. يعني فلما بتيجي البرمجية بتشوف إنه اسم النطاق اللي عندك شكله غريب وأكثر من 3 أحرف يعني على الأغلب ما راح يستوعبها. فهذا يسمى موضوع التوافق العالمي لأسماء النطاقات أو Universal Acceptance. إنه أولاً البرمجيات مش مستوعبة إيش هذا اللي بتشوفه. متصفحات الإنترنت مثلاً، برامج البريد الإلكتروني مثلاً، أو حتى محركات البحث فيما يخص Search Engine Optimization بحيث إنه Search ساعك يظهر فوق. يعني لسه قاعدين بيشتغلوا على هاي الأشياء. من المشاكل الأخرى مثلاً اللي موجودة في أسماء النطاقات المدولة، إحنا لو نطلع على اللغة العربية، في اللغة العربية تكتب من اليمين للشمال، وبالتالي أنا لما أكتب إيميل لو بدي مثلاً أعمل إيميل باللغة العربية، يعني في الوضع الطبيعي أنت بتكتب اليوزر نيم تاعك على يمين على شمال الآت، بعدين اسم الدومين على يمينه. فمثلاً أنت مثلاً أنا إيميلي fahd.batayna@icon.org، ففahd.batayna تكون على شمال الآت، في حين icon.org بتكون على يمين الآت. الآن في أسماء النطاقات المدولة باللغة العربية بدك تعكسها لأنه العربي بينكتب من اليمين للشمال. فهاي هي المشاكل اللي موجودة
في أسماء النطاقات المدولة واللي حدث نوعا ما من انتشارها. في عندك سؤال ثاني بعتقد؟ صحيح. أوكي. تمام. تمام. أوكي، هو سؤالك برضو استباقي بس ممكن أجاوبك. هلا في حالة دوت أبل بالذات، في حالة دوت يعني إحنا أحياناً بدنا نميز بين سؤال حتى بالباقيين. أنا زين عندي شركة صار عندي فوق 1000 إكستنشن. صحيح. بيسجلهم كله إنه ما عم نحكي بمبالغ طائلة. يعني هو في برمجيات أو يعني في برامج استحدثوها لحتى يحلوا هاي المشكلة. بس أنا ممكن أعطيك في حالة مثلاً دوت أبل. الآن دوت أبل لما سجلت دوت أبل حكوا إنه this is a closed name، يعني بمعنى آخر ما راح أفتحها لأي واحد يسجل. هي دوت أبل اشترتها شركة أبل لاستخدامها ضمن إطار معين، مثلاً بحيث إنه مثلاً لنفرض إذا كنت في أمريكا ممكن تكتب مثلاً US دوت أبل فبيدخلك على منتجات أبل في أمريكا. جيت على لبنان مثلاً LB دوت أبل فبيفتح لك منتجات اللي موجودة في لبنان. بدك تفتح إيميل آي مثلاً، أنت موظف في شركة أبل هنا في لبنان فبتعمل إيميل ID @lb.apple. بس طبعاً أبل ما راح تفتح اسم النطاق تاعها للعموم. طبعاً الجهات اللي سجلوا أسماء نطاقات جديدة يعني وضعوا في الابليكيشن تاعهم إنه هل هذا الاسم مغلق، يعني بمعنى آخر هو ليس لغايات التجارة، أو إنه مفتوح إنه يكون لغايات التجارة وإنه أي واحد ممكن يسجلها. شو حيالة شركة بتقدر تصار عندها؟ أي شركة بتقدر. شوف أي واحد معه شيء. مبلغ يعني أي واحد عنده استعداد يستثمر مليون دولار مقابل هذا الاسم أهلا وسهلا. ما أكسسبل لكل الناس. يعني مزبوط كلامك، بس يعني هذا الواقع يعني. Yes please. ناس مثل أبل ما كان عندهم إنترست يسجلوا GTLD اسمه أبل، بس طيحوا حالهم من ICANN سجلوا. هو صحيح كلام نبيل، بعض الشركات صحيح سجلت أسماءها حتى سموها defensive registration، تسجيل الدفاعي. في شركات مثلا سجلت أسماءها defensive registration بس طلعت النتائج راحوا سحبوا الابليكيشن تاعهم. مثلا هيلتون وشانغريلا هذول الفنادق سجلوا، طبعا لما تم التقدم للأسماء ما تم يعني الإعلان عن هاي الأسماء بشكل مباشر. يعني مو كل واحد، يعني أنت قدمت أبليكيشن اليوم ما راح يبين اليوم. هم إحنا في الآيكان فتحنا يعني فترة التسجيل لوقت معين تم التقدم بها بالطلبات، بعدين خلص تم إغلاق شباك الطلبات، وبعدين تم الإعلان عن النتائج كلها مرة واحدة. السبب في ذلك إنه في بعض الأسماء أكثر من جهة تقدم إلها، فلحتى أنت ما تقعد تشوف شو الأسماء وتصير تضارب وتعمل نظريات مؤامرة مع المقدمين الآخرين. يعني عملناها بهاي الآلية. مثلاً دوت أبس للأبليكيشنز يعني 14 جهة تقدمت إلها، في الأخير اشترتها جوجل ب$25 مليون. طبعاً هو أكثر اسم انباع كان دوت شوب. دوت شوب توقع $42 مليون أو $48 مليون. طبعا هاي من الاشياء اللي راح احكي لكم عنها، انه يعني كيف العالم الغربي بشوف صناعه اسماء نطاقات، ويعني للاسف كيف احنا في بلداننا بنشوف اسماء نطاقات بطريقه مختلفه. مزبوط، زي دوت اكس واي زي. صحيح صحيح، انت متابع كويس هذا الموضوع بصراحه. هو مزبوط، مثلا في اسماء جديده يعني مثلا يعني هو ما فعليا ما يفترض اذكر امثله، بس هو يعني علنا موجود هناك. مثلا واحده من الشركات اللي تقدمت لطلب هو دوت اكس واي زي، كان الهدف طبعا هو الشخص اللي تقدم للطلب عمره شيء 28 سنه، هو هيز ان انتربرنور قضاها يعني 10 سنين من عمره هو بس يبيع ويشتري اسماء دومينز. يعني باع عمل تبادل في الفلوس ما يقدر ب $100 مليون. يعني هو لسه عمره 28 سنه ويعني صار مليونير يعني. فهو تقدم على اسم اسمه دوت اكس واي زي، والسياسه اللي اتبعها انه شاف واحد من الريجسترارز وراح حكى لهم كل الكلاينتس تاعكم ممكن ياخذوا دومين نيم تحت نفس الدومين نيم دوت اكس واي زي فور فري لاول سنه.
وصاروا يشتغلوا عليها سبامينج والى اخره. طبعا هو موضوع السبامينج برضه بيزيد من الرانكينج للتي ال دي. اوكي هو بس بيكون سيء بس بصير الفيزيبيليتي تاعته اكثر. فيعني هاي واحدة من الاسباب. طبعا الانترنت يعني لو ناخذ احصائيات الانترنت يعني الترافيك الصح او الجينيوين على شبكه الانترنت نسبه قليله، يعني ممكن حوالي 90% من الترافيك اذا مش اكثر على شبكة الانترنت يعني لغايات غير مشروعة، بوتنتس، سباموير، مالوير، ديدوس اتاكس، مش عارف ايش. وهي فعليا تترجم لأرباح لشركات الانترنت. يعني مثلا البريد 97% من يعني في احد السنوات قبل 3 أو 4 سنين كانوا 3% من البريد المتبادل على شبكة الانترنت هو يعني بريد صح، والباقي 97% كله سبام ميل، وهذا بيعمل حركة على شبكة الانترنت. فيعني هو أسلوب آخر للتجارة سواء على شبكة الإنترنت أو حتى في مجال أسماء النطاقات. هلا هاي خريطة بتفرجي أسماء النطاقات، يعني نطاقات المستوى العلوي لرموز البلدان، لأسماء البلدان. فيعني طبعا كل بلد في العالم إلها رمز، وحتى بعض البلدان بيكون إلها جزر، فبرضو هاي بتكون إلها رموز. طبعا العالم فيه 196 بلد لكن فيه 250 اسم سي سي تي ال دي. يعني مثلا فرنسا، غير فرنسا المينلاند في عندهم بتوقع 12 جزيره، فكل جزيره من هاي الجزر برضو لها 2 لتر كود وعندهم سي سي تي ال دي. طبعا سؤال بيطرح نفسه مثلا لبنان دوت ال بي، طب ليش دوت ال بي مثلا، ليش مش دوت ال اي مثلا كونه لبنان اسمها. طبعا في منظومه من الايزو، نظام ترميز اسمه ايزو 3166، وطبعا هذا يعني هذا نظام الترميز بفرجي الرمز الثنائي والرمز الثلاثي للبلدان. يعني مثلا في حاله لبنان هي دوت ال بي الرمز الثنائي، اما الرمز الثلاثي هو دوت ال اي بي بعتقد، وعلى شاكلتها الكثير من البلدان. فاحنا في يعني الايانا، يعني حتى مش احنا في الايكان، قبل الايكان جون بوستل يعني ارتأى انه بدل ما نخترع منظومه جديده ممكن نستخدم منظومه الايزو بحيث نستخرج منها الرموز الثنائيه للبلدان. بالنسبه للاسماء العامه، يعني هذا السلايد بعطيكم زي تاريخ لأسماء نطاقات المستوى الأعلى العامة. طبعا في البدايات، في بدايات الإنترنت وإحنا بنحكي عن 1985 أو حتى قبل، كان في 7 نطاقات مستوى أعلى: .com.net.org.gov.edu.mil.int. فهاي هي كانت الأسماء الموجودة في البدايات. في العام 2000 تم طرح كمان 7 أسماء. في العام 2004 تم طرح كمان 6 أسماء. في 2012 برضو تم طرح اسم، وفي العام 2013. وبصراحة يعني في منتصف 2013 لما سكروا باب التقدم لأسماء نطاقات المستوى الأعلى الجديدة، بلشنا نطرح يعني عشرات الأسماء بشكل أسبوعي على شبكة الإنترنت. INT كان موجود؟ اوكي بس كانوا استعادوا عنها بدوت نيم، يعني في الان دوت نيم فهي اللي مستخدمه. اوكي انا بصراحه اول مره بعرف عنه. طبعا صديقنا تحدث عن أسماء نطاقات المدولة، أسماء نطاقات المستوى الأعلى المدولة. يعني مثال بسيط عليها مثال دوت اختبار، هو يعني موجود على شبكة الإنترنت وبيشتغل، ففيك تدخل على الويب براوزر تاعك وتجرب تكتبها. طبعا من شوي كنت أحكي عن موضوع التوافق العالمي لأسماء النطاقات. طبعا ممكن بعضكم لما يحاول يكتب هذا العنوان على السمارت فون تاعه ممكن المتصفح تاعه ما يستوعب شو اللي كتبته، فما راح يعمل لك ريزولف للدومين نيم. فهي واحدة مثلا من المشاكل القليلة
فيما يخص أسماء النطاقات المدولة. طبعا كان الهدف فعليا من أسماء النطاقات المدولة إنه يزيد عدد مستخدمي الإنترنت على يعني عدد المستخدمين على شبكة الإنترنت. طبعا في 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 عالم حوكمة الإنترنت، وطبعا يعني راح أعطيكم نبذة سريعة عن حوكمة الإنترنت. يعني حوكمة الإنترنت هي منصة أو يعني هو موضوع كبير. حوكمة الإنترنت الهدف منه إنه how to govern the internet أو كيف يتم حوكمة الإنترنت. طبعا هناك مواضيع كثيرة تغطي حوكمة الإنترنت. بعض الجامعات بتعطي شهادات في الماجستير وفي الدكتوراه في مجال حوكمة الإنترنت، وكانت واحدة من المواضيع إنه كيف ممكن نوصل شبكة الإنترنت لكل العالم. يعني الآن إحنا العالم فيه 7 مليار، فكيف إنه ممكن 7 مليار يستفيدوا من شبكة الإنترنت؟ فكانت بعض يعني أحد المعيقات كانت موضوع اللغة. يعني مثلا في اللغة العربية ما في محتوى عربي، بدي أدخل اسم نطاق في اللغة العربية، يعني كان في مجموعة عوامل. طبعا يعني للأسف لما بنحكي عن اللغة العربية، هو المحتوى العربي أكثر محتوى عربي ممكن تلاقيه على شبكة الإنترنت هي فيديوهات على يوتيوب وبوستنج على فيسبوك. أما محتوى علمي أو دراسات وأبحاث علمية باللغة العربية على شبكة الإنترنت يعني هي شوية ضعيفة. ففكرة أسماء النطاقات يعني أو أسماء النطاقات المدونة يعني جاءت يعني لتلبي طلب أو لتلبي حاجة، خلينا نحكي. فكانت أول 4 أسماء تم التقدم إلها كانت دوت مصر ودوت إمارات ودوت السعودية ودوت أرف. دوت أرف هي اختصار لروسيا، هي روسيا يعني RU في اللغة الروسية. طبعا للأسف مثلا الأسماء يعني كل أسماء النطاقات المدولة باللغة العربية يعني لم تحقق نجاحا مبهرا. يعني ممكن أكثر بلد عندهم أسماء نطاقات باللغة العربية اللي هي الإمارات، يعني أنت بتحكي عن 2000 وشوي اسم. بس مثلاً دوت أرف بالروسي هو أكبر نطاق علوي مدول حالياً، عندهم أكثر من 800,000 اسم مسجل. فيعني بتحس إنه الروس عندهم اعتزاز بلغتهم يعني أكثر من غيرهم. يعني حتى في الصين مثلاً الصينيين عندهم حوالي شيء 300,000 اسم مسجل تحت نطاقهم الصيني. إيش هو؟ هم كم من مليار، وحتى هم لسه عندهم اعتزاز بلغتهم أكثر يعني من الروسيين. يعني بتروح على روسيا بتلاقي ناس يحكوا بالإنجليزي، بس تروح على الصين يعني بتستصعب إنك تلاقي حدا يحكي معك باللغة الإنجليزية. برضو زميلكم يعني سبقنا في موضوع المشاكل اللي بتعاني منها نطاقات المستوى الأعلى المدولة. يعني في عندنا مشاكل على مستوى اللغة. يعني مثلا لما بنطلع على النص العربي، طبعا يعني خلينا أشرح لكم إيش الفرق بين النص واللغة. النص قد يحتوي على عدة لغات. يعني مثال بسيط على ذلك، في النص العربي هناك اللغة العربية، هناك اللغة الفارسية، هناك لغة الأردو، لغة البشتو. يعني خلينا نحكي اللغات التي تستخدم الأحرف العربية أو الرسم العربي في الكتابة. فمثلا لنفرض بدنا نكتب مثلا في كاف، يعني حطيت مثال هون كاف وكاف. طبعا احنا اوكي يعني هو في الوضع العادي هاي كاف وهاي كاف. فلو بدي اكتب كتاب لو كتبت بالكاف الأولى أو بالكاف الثانية هي نفس الكتاب. لكن للأسف منظومة أسماء النطاقات أو حتى الحاسوب بفهم كل كاف بطريقة مختلفة، لأنه كل كاف إلها رمز مختلف. الآن لما أنا بستخدم منظومة أسماء نطاقات مدولة سواء بالوضع الطبيعي لحتى أتجنب مشاكل على الإنترنت أو مشاكل أمنية، يعني لو بدي أكتب مثلاً كتاب دوت لبنان، يعني اللي بسمه إله خلينا نحكي مستخدمين الإنترنت على شبكة الإنترنت إنه سواء كتبتها بالكاف العربية أو بالكاف الفارسية. طبعا الكاف اللي على الشمال هي الكاف العربية، والكاف اللي على اليمين هي الكاف الفارسية، وكل واحدة إلها رمز مختلف. الهدف هون إنه سواء استخدمت الكاف العربية أو الكاف الفارسية توصلني لنفس الموقع الإلكتروني أو نفس المحتوى.
فهاي طبعا واحدة من المشاكل يعني اللي موجودة في أسماء النطاقات. مثلا خلينا نحكي على الصعيد العربي، طبعا في بعض لغات أخرى يعني لسه الأمور فيها معقدة. مثلا لما بتروح على الصين واليابان وكوريا، هم بيستخدموا الرسم، هي لغاتهم مبنية على الرسم. يعني مثلا في الصين لما الحرف الواحد، في أحرف يعني في اللغة الصينية قد يكون لها 30 معنى مختلف بحسب الحرف هذا وين بيجي في الكلمة. يعني هي اللغات تختلف، وبالتالي والهدف زي ما حكيت انه كيف ما كتبت اسم النطاق انه يوصلك للإشي المطلوب. في عندنا طبعا مشاكل في متصفحات الانترنت، عندنا مشاكل في الايميل زي ما ذكرت لكم، موضوع اليمين للشمال والشمال لليمين، يعني هي احد المشاكل في موضوع الايميلز. في عندنا سيرش انجن اوبتمايزيشن، في عندنا السمارت فون ابلكيشنز، يعني كثير من السمارت فونز ممكن يفهم اسماء الدومينز مثلا باللغه الانجليزيه بس ما يفهمها باللغات الاخرى. في كثير من البرمجيات، يعني حكيت لكم قبل شوي انه كثير من البرمجيات لما برمجوها اعتمدوا على انه اسم الدومين قد يكون مكون من حرفين او ثلاث احرف. الان لو طب اوكي لو كان اسم الدومين اكثر من ثلاث احرف شو بده يصير؟ يعني من الامثله الحلوه، يعني حتى يعني اوكي احنا هون بنحكي عن الاي دي انز او النطاقات المدوله، لكن حتى في اسماء النطاقات العاديه مثلا، يعني خليني اعطيكم مثال هون. مثلا لو تشوفوا اول دفعه من اسماء النطاقات كانت كلها ثلاث احرف، كوم نت اور جوف اي دي يو ميلان اي ان تي، هذول كلهم ثلاث احرف. الان في 2000 طرحوا مثلا انفو مكون من اربع احرف. فالشخص اللي معني في دوت انفو، يعني انا بعرفه شخصيا وسمعت له يعني برزنتيشنز في اكثر من مره، يعني عانوا كثير لانه كثير من وهذا الحكي في 2000، يعني لسه الانترنت ما كانت منتشره ومتطوره زي ما هي الان. يعني لما كانوا يسوقوا لدوت انفو كثير من البرمجيات ما كانت تفهم شو يعني دوت انفو، لانه مكون من اربع احرف. يعني كثير من البرمجيات في هذاك الوقت مبرمجه على انها ثلاث احرف او حرفين. فاشتغلوا شغل كثير يعني فيما يخص التوافق العالمي، يعني اللي هو موضوع التوافق العالمي، حتى يصير دوت انفو يعني إشي ممكن يتم استخدامه. طبعا احنا الان 16 سنه بعد العام 2000 ولسه بيعانوا من نفس المشكله، يعني بس طبعا الى درجه اقل. طبعا برضو تحدثنا من شوي زميلكم استبق الاحداث، يعني برنامج اسماء نطاقات المستوى الاعلى الجديده، ويعني طبعا هذا البرنامج طرح مئات الاسماء الجديده على شبكه الانترنت. طبعا كتيب التقدم يعني تم العمل عليه على مدار 5 سنوات. طبعا تم العمل عليه من قبل اصحاب المصلحه في الايكان، يعني مش احنا كموظفين كايكان وضعنا هذا الكتاب، كل واحد له مصلحه بصناعه اسماء النطاقات يعني ساهم في هذا الكتاب. طبعا عمليه التقدم للاسم كانت ب 185,000 دولار. طبعا كان في رسوم اخرى، يعني في رسوم سنويه وفي رسوم بدك تقدمها للجهه اللي راح تشغل لك الاسم والجهة والمكتب القانوني اللي بدي يحط لك الابليكيشن و اوكي. هو مش شوف يعني خليني احكي لك الجانبين من القصة. يعني في من جانب الايكان جابوا مستشار يعمل دراسة عن ايش كمية الفلوس اللي انصرفت في هالخمس سنوات لحتى يطلعوا بكتاب التقدم هذا، وزائد ايش الفلوس اللي راح تدفعها الايكان اثناء عمليه تقدم للطلبات، لانه احنا اضطرينا نجيب سيستم ونشغل سيستم وعليه برايفسي يعني وسكيورتي ومش عارف ايش، زائد انه جزء من الرسوم كانت انه شو العواقب القانونيه اللي ممكن يقع فيها الايكان في بعض الطلبات. يعني الان مثلا في عندنا مشكله مع اسمه دوت افريكا، الافارقه قدموا على اسم في جهتين قدموا عليها والدنيا مولعه بيناتهم، ودخلوا الايكان في الحيطان برضه في هالابلكيشن، ويعني وقاعدين كل يوم الثاني بيجرونا على المحاكم، فهي بتكلفنا فلوس. يعني انت لما بتحكي عن القانون والليتيجيشن في امريكا انت بتحكي عن ملايين الدولارات. فشاف المستشار هذا انه هاي الامور، طبعا في برضه جانب اخر اللي هو الناس اللي خلينا نحكي او المجتمعات اللي حابين يقدموا على اسم لغايه معينه، غايه عامه مثلا، بس يعني مش شايفين انه في مبلغ، يعني انه المبلغ هذا عالي، فكان في برنامج زي ما تحكي مساعده انهم يساعدوا بعض المقدمين على انهم يخففوا من الرسوم. بس طبعا هم كانوا محددين
بجت قيمتها 2 مليون دولار لعشر أبليكيشنز بس. فهاي المبالغ مجتمعة خلت الأبليكيشن 185 ألف دولار. طبعاً في كثير ناس بيعتقدوا إنه الآيكان عمل أرباح منها، هي مش يعني إحنا بالنسبة إنك آيكان ما في أرباح لنا. في من شوي حكيت لكم عن دوت أبس انباع ب 25 مليون ودوت شوب ب 42 مليون، هاي المبالغ مثلاً إجت للآيكان، لكن هاي الفلوس مثلاً محطوطة في حساب بنكي خاص وراح يتم استثمارها إما نسخة قادمة من هذا البرنامج أو حتى في أمور إلها علاقة لتطوير الإنترنت، لأنه إحنا في النهاية هيئة الآيكان يعني منظمة غير ربحية، فما إحنا ما إلنا مصلحة يعني إنه نعمل ربح من هاي الأشياء. طبعاً هل هذا واقع أو لا يعني أنا ما بقدر أبت لك يعني، لأنه يعني ما عندي كل المعلومات يعني، لكن ارتأوا بأنه هذا المبلغ المناسب يعني 185 ألف دولار. الآن ممكن في الراوند القادم يكون أقل، ممكن يكون أعلى، يعني إحنا لسه مش عارفين. طبعاً لما تم الإعلان عن الأسماء اللي تم التقدم إلها كان في 1930 اسم مقدم، وهذول كانوا بشكله بمجموعهم 1420 اسم فريد من نوعه. يعني مثلاً دوت أبس تقدم له 15 شخص أو 15 شركة، هو طلب واحد أو يعني هو اسم واحد لكن 15 طلب، فهذا الفرق بين الـ 1930 والـ 1420. طبعاً من هذا العدد كان في 116 اسم بلغات غير اللغة الإنجليزية، إشي صيني، إشي عربي، إشي هندي، إشي روسي، إشي بالألماني، فيعني طبعاً برضو كانت واحدة من الأسباب إنه السعر عالي، إنه الشخص اللي بده يقدم على البرنامج هذا يكون جاد يعني. طبعاً كان في شروط يعني، حتى على مستوى أنت لما بدك تفتح خلينا نحكي يوزر أكاونت على المنظومة اللي بدك تقدم عليها اسم، كان عليك تدفع من 185 ألف دولار كان الواحد لازم يدفع 5000 دولار، لأنه إذا بكرة ما دفعت الناس بصير كل واحد يفتح الابليكيشن سيستم، يفتح له اكاونت يصير يقدم اسماء زي ما هو بده. طبعا ممكن تشوفوا بعض الاحصائيات عن هذا البرنامج في الرابطين هذول، في مثلا newgtlds.icann.org هذا هو الموقع الرئيسي، وفي برضه اللينك اللي تحت بيعطيك احصائيات عن شو الطلبات اللي تقدم لها وين صاروا الان في عمليه تقييم الطلب وهل تم تشغيله والى اخره. يس شغله بخصوص التحكيم بالاسامي، هذا كان واضح في السياق سؤال، لو انا اذا سجلت اسم من قبل دوت كوم صار بيرفع عليا دعاوى وبيكتب في حتى بيانات الاذاعات، يا اوكي له حق ما له حق، بس هلا صار عندي انا كثير تبلغ الدومين، يعني اذا انا عندي دوت ابس وسجلت اسم شركه شو عليه الايكون بالتحكيم؟ بس التحكيم سجلت مايكروسوفت دوت ابس اوكي ترفع دعوى انه هذا اسم انا ملكي. طيب هو على كل في يعني انا راح احكي عن منظومه راح يتم شرحها يعني قريبا، حتى في فيديو يعني حتى تقدروا تعرفوا شو بالضبط الهدف منها. طبعا هذا رسم توضيحي ل من وين اجوا ال 1930 طلب، فبتشوفوا طبعا امريكا الشماليه نص الطلبات منهم يعني اقل من النص بشوي، اوروبا 675 طلب، اسيا 303، شوفوا افريقيا مثلا 17 وامريكا اللاتينيه وامريكا الجنوبيه 24 اسم. فيعني حتى في هذا البرنامج يعني الناس اللي من أوروبا وأمريكا كان عندهم نظرة للبرنامج ولمستقبله. طبعاً يعني في الوضع الحالي شيء 90% من الأسماء أو الطلبات يعني تم البت فيها بطريقة أو بأخرى، تم الموافقة عليها، ما تم الموافقة عليها، تم توقيع العقد مع الآيكان، هل تم تشغيله إلى آخره. هذا فيديو سريع بصراحة ممكن يعني حلو إنكم تشوفوه. The DOT is making new friends, more than 1,300 of them, and they're going to change the internet like never before. The old friends like Org, Net, and Gong, as well as the many two-letter friends from around the world, will continue to sit by the side of the DOT.
But these new friends promise to show us new things, take us to new places, and open new paths to innovation. Some are brands, names you already know, who are designing new ways to better serve your online needs. Some are generics, everyday words that just might attract your personal or professional online interests. Still others are cities and towns offering an online home for you or your business. And for the first time, dot names in many more languages and characters giving voice to a billion more internet users. Yes, thanks to the dot's many new friends, the internet is changing. طبعاً هذا الفيديو يعني بيعطي الصورة إنه إيش الأسماء، يعني شو هو البرنامج بالضبط وإيش الأسماء اللي تم التقدم إلها. طبعاً يعني تم تصنيف الطلبات اللي تم التقدم إلها على إشي open names، بحيث أي واحد راح يسجل تحتها، زي مثلاً dot shop أو dot xyz مثلاً، أو يعني في أسماء مفتوحة كانت للجميع، في أسماء مثلاً كانت restricted زي مثلاً دوت دوحة أو دوت أبوظبي، يعني راحين يحكوا لك إذا كنت أنت شخص من قطر أو شخص من الإمارات أو حتى مقيم في أحد هاي المدن إنه فيك تسجل اسم. في أسماء مثلاً مغلقة تماماً زي دوت أبل ودوت هيوندي، يعني هاي شركات اشترت علاماتها التجارية كأسماء نطاقات عليا حتى يشتغلوا عليها بطريقة أو بأخرى. طبعاً أكثر شركة معروفة، خلينا نحكي أو يعني أوكي خلينا صيغها بطريقة ثانية، جوجل مثلا قدموا على شيء 105 اسم أو شيء زي هيك، من ضمنها دوت جوجل ودوت جيميل ودوت يوتيوب. أمازون مثلا اللي ممكن تشتري منها أشياء أونلاين، قدموا على أسماء، يعني في شيء معين في بالهم يعني بدهم يشتغلوا عليه. دوت أبس اللي حكيت لكم عنها اللي انباعت ب 25 مليون دولار، جوجل اشترتها، ففي شيء يعني في بالهم. فطبعا البراندز هاي يعني قاعدين بنتظروا للشركات الكبيره ليشوفوا شو بدهم يشتغلوا باسماء النطاقات العليا تاعتهم، يعني بالذات الانظار الان على امازون وعلى جوجل انه ايش رايحين يشتغلوا فيها هاي. طبعا كانت واحده من طلبات جوجل ايضا في لحظه من اللحظات انه انت بتفتح الويب براوزر تاعك وتكتب جوجل، بس جوجل هيك لحالها يفترض يوديك على السيرش انجن تاع جوجل. طبعا صارت ضجة عليها في هذاك الوقت، ويعني قررت الايكان انه هذا الحكي ممنوع، بسموها dotless domains يعني اسماء نطاقات بدون النقطة. عملوا عليها، يعني جوجل حاولت تعمل لوبينج في الموضوع، ويعني في الاخير الايكان رفضت يعني. وحتى يعني عملنا استشارات مع الذراع التقني للانترنت اللي هو الانترنت انجينيرينج تاسك فورس، وارتأوا انه dotless domains يعني في عليها مشاكل. يعني أنا ما بعرف الآن حد يعني في عليها مشاكل، بس هي زي نوع من اللوبينج إنه أنا كتبت جوجل خلاص بدخلني على جوجل مباشرة. طبعاً يعني هذا رسم توضيحي لكيف صارت الدنيا الآن. يعني إحنا في البداية كانت عندنا الأسماء اللي هناك كGTLDs، والأسماء اللي هون على اليمين من فوق كانت CCTLDs. الآن صار عندنا IDN CCTLDs تحت، وهناك صار عندنا أسماء newGTLDs جديدة. طبعاً هاي يعني التصنيفات المختلفة للنيو جي تي ال ديز، فمثلا دوت سيتي هاي كانت خاصة بالمدن زي دوت باريس مثلا، أو دوت أكرونيم مثلا كان اختصار، يعني زي مين مثلا، يعني في شركات قدموا على اختصارات مثلا جي تي ال ديز اي دي انز باللغات العربية أو الصيني أو هندي أو إلى آخره، دوت براند زي دوت جوتشي أو دوت بي أم دبليو، دوت جينيريك أسماء عامة مثلا زي دوت إكس واي زي أي واحد، أو دوت شوب مثلا أي واحد ممكن يسجل فيهم، دوت كوميونيتي في بعض المجتمعات مثلا تقدمت إلى أسماء خاصة فيهم، مثلا الأكراد قدموا على دوت كي آر دي لكرد. إيه؟ لا هم قدموا على الطلب بس شغلوه جديد، هم شغلوه قبل شيء اسبوعين، يعني لو تكتب nic.krd راح تشوف يعني موقع الكتروني عليه. مثلا دوت ريجن لمناطق جغرافيه، مثلا في منطقه في 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 بلجيكا اسمها سبا، يعني هي ريجن هيك منطقه جغرافيه، فسجلوا دوت سبا.
يعني وهكذا. فهي هي التصنيفات العامة. تفضل. AR.EN اوكي هي لا هي بتكون مثلا beansports.com/en فهذا ايش هو؟ هي بتكون فولدر، هي بتكون فولدر، انه لما بتكتب سلاش اي ان بيوديك على الفولدر الانجليزي، اذا كتبت سلاش اي ار مثلا بيوديك على الفولدر العربي، فهذا ما بيكون جزء من يعني ما بيكون جزء من الدومين نيم نفسه، هذا بيكون جزء من اليو ار ال. فالاي ان يس اوكي. سؤالك ممتاز. والله شوف انا ما عندي معلومات كثير عنه، ما تعمقت فيه للاسف يعني، لكن اللي فهمته من دوت اونيون انه انت بتعرف ايش عنه نبيل؟ ها اوكي احكي انت عنه، انا بصراحه شويه ضايع. بلاك دومين احكي عنه. لا انا لانه بصراحه يعني ما طلعت عليه كثير يعني. اول شغله قبل ما احكي عن دوت اونيون، كم واحد منكم بيحفظ اسم الدومين هالايام؟ اسم الدومين معظم الناس بيستعملوا السيرش انجن ما بيحفظ اسامي الدومين. سو دوت اونيون في شبكه اللي هي شو فيها اسمها دوت تور يعني. سو دوت اونيون التكنولوجي اللي كان معمول يسميها اونيون نتورك اند ات واز ريجستر تو دو ذات، بس انه ما عنده شيء فيري سبيسيفيك اكثر من هيك. Exactly. لا يعني جربوا يعملوا parallel registration domains، في مش بس دوتونيون في غيره هيك. So this parallel network is island لحالة يعني ما عنده دوت بآخر. مزبوط. طبعا المعلومة الوحيدة اللي بقدر أحكيها عن دوت أونيون أو يعني اللي بعرفها عن دوت أونيون هي كانت بتوصية من الإنترنت إنجينيرينج تاسك فورس انه يتم ادخال دوت اونيون على الروت. طبعا الموضوع اللي انت بتحكي عنه يسمى بالالترناتيف روت سيرفرز او الروت سيرفرز البديله. طبعا هاي لحتى تدخل عليها بدك تعمل بلجن او تنزل بلجن عندك على الويب براوزر لحتى تقدر توصلها. طبعا هذا لا يشجع عليه لانه هذا بيعمل ما يسمى بالفراجمنتيشن على شبكه الانترنت، بيعمل تجزئه على شبكه الانترنت، يعني بصير عندك شبكات انترنت كثيرة لأنه في عندك أكثر من روت سيرفر. في بذكر مثلاً كجزء من البرنامج نيو جي تي إل ديز في واحدة من الشركات اللي بتشغل alternative روت سيرفر عملت قضية على الآيكان لبعض الأسماء، لأنه بعض الأسماء التي تم التقدم لها واللي وافقت عليها الآيكان كانوا هم بيستخدموها في الالترناتيف، فالآن بيصير في زي نوع من التضارب بيناتهم. فيعني طبعاً دوت أونيون هي مسجلة في الروت الموحدة، اما مثلا دوت جارليك اللي حكى عنها نبيل هي ممكن تكون مسجله بوحده من الالترناتيف روت سيرفرز. اوكي يس اوكي يعني هم دخلوها في الروت وخلاص اتس ريزيرفد يعني الان. طيب الان هلا الريجستري اللي هم الجهه اللي بتمتلك دوت شوب هم بيحطوا سياسه معينه في التسجيل. بالضبط هي في الوضع. هلا برجع لك. طيب في قبل 5 أو 6 أشهر شركة صينية اشترت 360.com من فيرايزن $18 مليون. بدك شي محمد؟ 18 مليون دولار. ف this is the business. فيسبوك اشتروا fb.com يعني في ناس بيحكوا ب $250,000، في ناس بيحكوا
شيء بملايين الدولارات. طبعا انا دائما بندم على fb.com لانه انا اسمي فهد بطاينه في fb.com فدائما بقول ليش ما بس خلاص. تفضلي مدام. اي كان لاي قانون تبع اذا كانت بامريكا القانون الامريكاني والهاب تبع اللي باسطنبول وبسنغافور اي قانون بيتبع؟ اوكي هلا الهيد كوارترز للاي كان هي في لوس انجلوس وبالتالي حتى هي مش تابعه للفيدرال جوفرمنت هي تابعه للستيت جوفرمنت اوف كاليفورنيا فهي تخضع لقوانين كاليفورنيا. الان في عندنا مكاتب في اسطنبول ومكاتب في سنغافور يعني حتى انا كموظف في الايكان بشتغل من الاردن انا مش خاضع للقانون الاردني يعني انا مورلس يعني خاضع لآليتهم في الشغل يعني بدي اي شيء برجع للليجل ديبارتمنت اللي عندنا واللي بدوره برجع للليجل فريم ورك الخاص بولايه كاليفورنيا. الان هاي مشكله كبيره في الايكان ومشكله كبيره مع مجتمع الانترنت. طبعا انا ما بحكي انه قانون كاليفورنيا هو القانون المثالي بس دائما لما الشخص بده يعترض على شيء بده يعطي اوبشن بده يعطي اوبشن اخر. فلما انا اشيل الايكان من قانون ولايه كاليفورنيا لوين اوديها؟ لو وديتها على بريطانيا راح لسه الناس تعارض، لو وديتها على الصين راح الناس تعارض. هاي هذا this is another debate بس برضو اليو ان يعني هي خاضعة على قوانين جنيفا. بدك تحكي نبيل؟ بليز بليز احكي. تابع على جنيفا قانون سويسري. هلا من الاشياء اللي بنشتغل عليها في الايكان انه يعني بنحاول نطبق قوانين بلدان اخرى اللي هو بالذات قانون جنيفا وقانون سنغافور في بعض اشيائنا. طبعا راح تلاقي ناس كثير بتحكي في هذا الموضوع انا بصراحه مش قانوني يعني بس الشيء الوحيد اللي بقدر احكي لك عنه يعني انا كموظف في الايكان وبكل صراحه انه حتى وان كانت الايكان مسجله في الولايات المتحده الامريكيه انا مش متاثر يعني انا كموظف بيبعثوا لي راتبي اخر الشهر واموري تمام ما علي تاكس لامريكا كل الحقوق اللي باخذها زملائي الامريكان انا باخذها حتى الانترنت اللي انا بستخدمه واللي انتم بتستخدموها يعني ماشي معي بشكل ممتاز فيعني حتى واذا انت بدك تنقل الايكان الى قانون بلد اخر يعني شو التغيير اللي راح يصير؟ اوكي نقلت الايكان لبلد ثاني شو راح يصير؟ حتى الامم المتحده اللي الناس تحكي عنها يعني اولا اوكي هي تحت قانون سويسرا. الشغله الثانيه الايكان مبنيه على مبدا تعدد اصحاب المصلحه يعني الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الاكاديمي والتقني هم اللي بيبنوا السياسات. هلا لما بتروح على الامم المتحده هي mostly governments احنا في ايش هو للبورد على مستوى البورد يعني مش بالضبط انتخابات بصير في ترشيح. هلا بصراحه هاي تدخل بروسس ثاني في ترشيح وجزء من اللي بيتم انتخابهم للبورد بيتم انتخاب يعني ترشيحهم من قبل ما يسمى بالنومينيتنج كوميتي فاي واحد فعليا بيقدر يقدم على البورد في الايكان. هلا بالنسبه للبريزيدنت والسي او تاعنا هي وظيفه بيتم الاعلان عنها وبينحكى فيها. هلا السي او السابق تاعنا اللي تركنا ب 12 مارس هو فادي شحاده هو اهله مصريين بس هو يعني لبناني. هلا السي او الجديد السي او الحالي الانترم سي او تاعنا اسمه اكرم عطا الله هو لبناني بس مقيم في امريكا. يعني السي او الجديد تاعنا اللي بده ينضم كمان 4 أسابيع هو سويدي. يس يا فهد في فرق بين الجوفرنس هذا شغال في فرق بين الجوفرنس وتحت اي قانون بتوقع. الايكان هي اندر لو 501c اللي هو قانون جمعيات لا نون بروفيت اورجانيزيشن بكاليفورنيا وهيدا قانون الاوبريشن تبعه مالي قانون كيف تتعامل مع الضرائب فيه بينما الجوفرنس تبعه اذا ما انت ناشونال governance اللي ما إلها علاقة بهذا الأمر. في برضه نقطتين حاب أذكرهم يعني على اللي حكاه نبيل. أولاً هو مع إنه الايكان منظمة غير ربحية لكن هي مسجلة كشركة تحت قوانين ولاية كاليفورنيا. إيه؟
أنا بصراحة سألت عن هذا الموضوع مؤخراً لأنه في شخص سألني عنه. أنا طبعاً بعرف أنها مسجلة كشركة يعني، بس ليش ما بعرف يعني. اللي قدرت أستوعبه فيما بعد أنه طبيعة شغل الآيكان، هلأ كل دومين نيم، شكراً محمد، كل دومين نيم بنباع بياخدوا عليه ربع دولار. فبحسب قوانين كاليفورنيا أنت بطلت هيك شركة ربحية غير ربحية، صفيت إشي ربحي لأنه أنت في عندك دخل مستمر بيجيك. اما النوت فور بروفيتس انه انت بتحصل مساعدات من يعني يو جيت فاندز من هون ومن هناك والى اخره. هلا هاي شغله. الشغله الثانيه اوكي راح عن بالي شو بدي احكي. انيويز اذا بتذكر يعني بحكي لك. ما بعرف مدام جاوبتك على سؤالك. ايه اوكي. روت سيرفرز، نبيل من شوي حكى عن الروت سيرفرز. فاحنا مثلا لما بنحكي دوت كوم او دوت ال بي او دوت نت، طب هل ترى يعني هاي فعليا بتكون الراس للدومين نيم سيستم؟ هلا هاي لحتى تتشغل يعني اوكي احنا بنحكي دوت شوب، بنحكي اسماء جديده دوت شوب دوت دبي، طب هدول كيف تم تشغيلهم؟ هدول اسماء بيروحوا بشيء اسمه روت سيرفر. اوكي خلينا نطلع عليها من منظور اخر. انا باجي على اللابتوب تاعي، انا مش شابك على شبكه الانترنت، بكتب جوجل دوت كوم على متصفح الانترنت ما راح يفتح شيء صح، لانه انا عم اوف لاين. هلا شبكت على شبكه الانترنت من خلال اي اس بي، كتبت جوجل دوت كوم، راح هيك يشتغل شوي، هيك بدك تنطر لك شيء ثانيتين او ثلاث، بعدين راح تشوف جوجل دوت كوم الصفحه الرئيسيه فتحت عندك. اوكي google.com.lb يعني اوكي مفهوم اوكي. هلا كيف يعني متصفح الانترنت فهم انه google.com راح يجيب لك هذا المحتوى؟ فعليا الانترنت بيستوعب عناوين. يعني انا لو بدي انا لما اجيت لهون على اشكال الوان، حكيت لسايق التاكسي اشكال الوان قال لي ما بعرف، حكيت له الجسر قال لي اوكي عرفنا وين اشكال الالوان. فبرضه الانترنت نفس الشيء، بفهم عناوين ما 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 بفهم اسماء، شو جوجل دوت كوم، ما بعرف جوجل دوت كوم. ففي عندنا منظومه اسمها الروت سيرفرز بتترجم الاسماء لارقام. يعني الهدف من الروت سيرفر انه اوكي هذا الاسم الاي بي ادرس تاعه هيك، معناته انت يا متصفح روح على هذا الاي بي وجيب الداتا اللي بدك اياها. طبعا انا بشرحها بطريقه مفصله، هو في لها شرح تقني معمق يعني، بس خلينا نبعد عن هاي الشروحات. طبعا هناك 13 مسمى للروت سيرفرز. طبعا من المعلومات المغلطه والمنتشره بكثره إنه الناس بتحكي، الحكومات يعني بالذات مثلا زي الصين وروسيا، بحكي لك من ال 13 روت سيرفر 10 منهم موجودين في أمريكا. لا يا عمي، 10 منهم أوكي في 10 وراهم ناس أمريكان، بس هدول الأمريكان هم الأدمن خلينا نحكي، أو الجهة التي تدير هذا الروت سيرفر. هلا مثلا ICANN بتدير ما يسمى بالL روت سيرفر. يعني إذا حدا فيكم راح على لوس أنجلوس وراح على مكاتب الآيكان، بس تدخل راح تشوف الروت سيرفر. هو فعليا كوبي، لكن الآيكان هو اللي خلينا نحكي الجهة التي تدير، لأنه أنت في النهاية أي روت سيرفر بدك جهة تديرها. طبعا عدد منيح من هاي الروت سيرفرز يعني هوستد من قبل جامعات. يعني مثلا البي University of Southern California، هاي اللي كان يشتغل فيها جون بوستيل، دي مثلا University of Maryland، ام هذا تحت وايد بروجكت، هذا في اليابان، هي برضو زي منظمة أكاديمية في اليابان. برضو الجيش الأمريكي عندهم سيرفر، وبرضو ناسا عندهم سيرفر، أو يعني اسم أحد المسميات. يس يس بالضبط، هم كلهم الآن ميررز، كلهم عليهم نفس المحتوى، بس اللهم المسمى تاعهم مختلف. Yes sir, please. إيه؟ أوكي أوكي. فهد يلي. هنحكي عيدا. طلع طلع.
هو ده محطوط اسمهم هيك، بس هذا مش سيرفر واحد، يعني هذا اتس فارم اوف سيرفر. يعني الال سيرفر في عندنا واحد بالفيري تك بالبيروت اي اكس، سو واحد من هالكوبيز تبع السيرفر قاعد بلبنان، وقاعد مثله بفرنسا، وقاعد مثله بدبي، وقاعد مثله والباقيين كمان نفس الشيء. يعني نحن هلا رح نجيب كي سيرفر واحد تاني مثل هذا يقعد بالبيري تك. سو هودي منهم قاعدين فيزيكلي ببلد واحد، موزعين على كذا محل وبيناتهم في كونكشن خصوصي لإلهم. طبعا هذا الرسم التوضيحي اللي هون اللي حكى عنه نبيل. طبعا لسه اليوم يعني الرسمة هاي طلعتها اليوم، في العالم 583 root server copy، يسمى root server instance أو copy، ففي العالم 583. طبعا أكبرهم الـ root تاع الايكان حوالي 146 نسخة. طبعا لبنان الآن في بيروت في 3 root servers. أنا استغربت على فكرة في 2 إجوا جداد، حتى واحد منهم كأنه دي، في واحد منهم ثاني كي كأنه، بس مبين على الماب. اوكي انتوا اللي يعني انتوا اللي جبتوه. اوكي اللي هي هدول هم يعني لا ما بيعطي كوبي فيزيكلي. يعني هذا ال في عندك بروسيجرز اللي رحنا والايكان بنيغوشيشنز. ليش بنجيبه ونحطه بالبلد؟ تيصير الاكسس له اسرع، يعني حتى ما تروح انترناشونالي بياخذ ليتنسي كتير اطول. فالال مثل ما قال هو اهون واحد تجيبه، لانه ايكان مش مثل ايكان ورايب اني اسرع شيء بيعطوك اياه للسيرفرز. اول شيء لانه هني انفراستراكشر بيبل، يعني عندهم ناس شغلتهم عملتهم يهتموا بالروت سيرفرز. ورايب نفس الشيء، رايب لانه نحن تابعين لاوروبا. يعني اذا رحنا على ايجنت باسيفيك قلنا لهم ما في اي بلاش ما بعرف وايت بروجكت ام ال ام يا حوي سوري، بيقول ليش انت بده يكون عندك، مع انه نحن كمان تابعين لايجي هلا، سو معقول يعطونا اياه بالهين. بس نحن اول اي بيز تبعنا بيجوا من الرايب. اوكي سو هودي كانوا اهون اثنين. كل ما تزيد سيرفرز، ليش عم نزيد دي وال وام it is just to create more options، لانه name servers بس تطلع على الدوت اوتوماتيكلي بتجيك بالتيبل اي بي ادريس تبع هودي. سو يمكن يسابك اول واحد it is rotation، فيمكن انت اول شيء يجيك الدي حتى ما تسال مره تاني. اوكي اذا دي عندك بتكون انت اسرع. لازم يكون عندنا اكثر من 3 بلبنان، ما بفتكر في كوست ليك اوبريشن كثير الدوله. اي دولة منهم؟ ايزو قطت ال L والكي الكوست تبعهم، وهلا صاروا ال ISPs هن عم بيغطروا operation as part of the Beirut IX، لأنه Beirut IX في بقلبه جوجل كاش و كمان كاش قريبا يعني. So part of that operation عم بتغطيها. The initial cost هو the main cost. The operation هو دي كلهم operation تبعهم are centralized، ما فيهم كتير cost، بس the initial cost و transit cost. بس ترانزيت كوست على كيس على ال سيرفر من برا، يعني بيجيب 10 مرات او 12 مره تيبلز، بس ما بيصير في يعني تشينجز اودي دي. سو اتس نوت ريلي ذات هاي ا كوست. اوكي في تي تي ال فيها تايم تو ريف، بس ما بتاخذ على هذه، بس انه ما بتعرف ذس از ريلي ذا بي دي ماكسيموم الاخر يعني. دي تايم تو ليف بتخلي ماشي، يعني اذا كان انت الابديت تبعك اقصر من تايم تو ليف بضلك عم تعمل ريزوليوشن، اذا قطعتها بيقولوا لك هذا مش موجود. بس شو هيدا بتنحط طويله مش قصيره بهيك سيرفر. سوري ما فهمت السؤال بعد. لا هودس بضلوا شغالين للتايم تو ريف تبعهم، يعني ما بيعملوا ابديت. فكرك ما عم بيقدروا يعملوا ابديت معي، بس بالاساس يعني انت اذا كانك بلبنان عم تشوف بس ناس بلبنان ودوت ال بي بلبنان موجود. سمع يعني هذا ما له عليه بريزوليوشن، حتى اذا جبت القصه ما فيك تطلع لبرا، بس ما له عليه ريزوليوشن كمان. ما فيك تشوفه.
اوكي ممكن اعطيكم هيك شرح مبسط كثير عن الال روت مثلا كيف يعني شو اليه انك تحصل عليه. طبعا الال روت طبعا لما الرسم هذا في عندك الموقع الالكتروني root-servers.org لو تدخل عليه راح يفرجيك ال 13 روت سيرفر وراح يعطيك بيانات الاتصال او الايميل اي دي لكل جهه بتستضيف. فاذا انت مثلا مهتم تستضيف روت سيرفر او تتعرف على معلومات اكثر ممكن ترسل لهذاك الايميل يعني الانكويري تاعتك. الان في حاله الايكان في حاله ال روت سيرفر لنفرض انت حاب تستضيف ال روت سيرفر فبتيجي بتتواصل مع الايكان او ممكن تتواصل معي انا كونه انا مسؤول في المنطقه. طبعا الشروط انه يعني في شويه بيبر ورك بسيطه جدا. بعد هيك بنطلب منك تشتري سيرفر. هو السيرفر يعني على حتى بنعطيك 2 or 3 options للسيرفرز يعني ارخصهم $1,700 حقه بتحطه في الداتا سنتر. واحد من زملائي راح يعطيك السبيكس انه شو المطلوب كيف بدك تحط هالسيرفر ضمن الشبكه تاعتك. بعدين هو طبعا بيدخل عليه ريموتلي بينزل البرمجيات المطلوبه وخلص بضل ستاندالون. طبعا هو بيقول لك بدي باندويث فلاني حتى الباندويث يعني قليل يعني عاده احنا بنطلب مينيمم 56 كيلو بت بير سكند. طبعا اذا كانت البلد اكبر يعني احنا او يعني اذا كان اي اس بي كبير عنده ممكن ملايين الكلاينتس لا بنقول لك وي نيد مور باندويث اذا انت فعلا حاس تشعر انه الروت سيرفر قاعد بيخدم البلد عندك. طبعا وهذا الانيشال كوست انه انت السيرفر بتشتريه وبتحطه عندك. هلا الرننج كوست اللي هو الباندويث اللي انت بتدفعه او الكهرباء اللي انت بتحطها. طبعا انت مش مطلوب منك اي ادمنستريشن للسيرفر لانه احنا فعليا سواء احنا او غيرنا من الاوبريتورز ما بيعطيك اكسس على السيرفر لانه بمجرد ما صار انت عندك اكسس انت ممكن تلعب بانتري معينه في الروت سيرفر فممكن تشلف الدنيا كلها لانه بصير يعطي ابديتس برضه فولس ابديتس للسيرفرز المحيطه فيه. هلا لنفرض انقطعت الانترنت في 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 لبنان او مثلا انقطعت الكهرباء وانقطع عن السيرفر يس هذاك الانستنس بالذات الكوبي هذاك بالذات راح يتوقف يعني بس مش راح ياثر على ال 583 سيرفر او ال 582 سيرفر الاخر. وهذا الهدف من هذول الروت سيرفرز انه 10 او 100 او 200 انفصلوا عن الانترنت الباقي بيشتغل وبيشغل الانترنت وبيعمل ريزولفنج للدي ان اس. هذا هو الهدف يعني الهدف من الروت سيرفرز اللي هو السكيورتي والستابيليتي والريزيلينسي. الريزيلينسي اللي هو الاستمراريه والديمومه. طبعا احنا بنشجع بصراحه في الايكان انه في فيما يخص موضوع الروت سيرفرز انه يتم يعني توزيع الروت سيرفرز في البلد. يعني مثلا في المدن بلد زي مصر مثلا لو يكون عندك 2-3 روت سيرفرز في القاهره وممكن واحد في الاسكندريه وواحد في الصعيد تحت يعني ات هيلبس وبساعد بصراحه بشكل كبير في موضوع تقليل الليتنسي تايم للدي ان اس انكويري زي ما حكى عنها نبيل. يعني الصين مثلا كانوا متخوفين جدا من موضوع الروت سيرفرز في 2014 ايفنتشوالي يعني شغلوا 2 عندهم الليتنسي تايم للدي ان اس كويري في بكين نزلت كانه من 120 ملي سكند ل 60 ملي سكند للنص فساعدتهم كثير. يعني احنا قبل شهر ونص شغلنا واحد في 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 كازابلانكا في الرباط في المغرب يعني غير الليتنسي تايم للدي ان اس ريزوليوشنز في المغرب بشكل جيد. يعني فيعني هذا الهدف من الروت سيرفر انستنسز. طبعا في بعض الجهات بتعتقد انه هذا عباره عن جهاز تنصت لانه انا ما بقدر ادخل على السيرفر ممنوع اشوف شو العمل يعني الانستليشنز اللي بتتم عليها ومعناته في اشي مش مزبوط. فاحنا بنحكي للناس اوكي اذا انت في يوم من الايام شكيت انه هالسيرفر هذا عباره عن منظومه تنصت او تجسس خلص اسحب الكيبل شيله عن الكهرباء افصل عنه الانترنت ابعث لنا ايميل. اذا بتحب يعني تبعث لنا ايميل انه خلص انا قررت اني افصل السيرفر كثر الله خيرك ما بدك تبعث خلص ما ببين على الخارطه وخلص وذاتس ات. فيعني بس طبعا بس اهم شيء تعرفوه انه اوكي في هناك يعني هاي الاسماء هم 13 مسمى لكن يوجد 583 سيرفر او نسخه منه موجوده في العالم. وعلى فكره مثلا لما بنحكي عن ال
بيستخدم يعني ما بدي ادخل في امور تقنيه، لكن ال روت كلهم في العالم ال 146 نسخه لهم نفس الاي بي ادرس. يس يعني بيستخدم منظومه الاني كاست. يس يس شوف، هو قبل ما تأسست الآيكان في 98 يعني this is history، قبل 98 كانت منظومة أسماء نطاقات تحت اسم شركة اسمها Network Solutions. Network Solutions فيما بعد اشترتها VeriSign. لحتى أزيد لك من الشعر بيت، VeriSign أكبر مساهمين VeriSign هم من الكونغرس الأمريكي، والباقي عندك يعني. يعني هي صدفة بصراحة أنه هي كانت من الجهات يعني اللي كانت موجودة من البدايات اللي يعني استضافت روت سيرفر. يعني حتى الدوت كوم مثلا موجودة مع VeriSign من الأيام الأولى يعني. وهي كان والنتورك سوليوشنز يعني كانت في البداية تحت إيد الحكومة الأمريكية، بعتقد بعدين تم خصخصتها، بعدين فتحوا الآيكان يعمل لحتى يعملوا منافسة وكومبيتيشن وإلى آخره. الروت سيرفرز شو دوره؟ يعني ببسيط العبارة، انا وانت بنعرف جوجل دوت كوم، بس احنا ما احنا حافظين الاي بي ادرس له، صح؟ هلا الانترنت ما بيفهم غير اي بي ادريسز، فالهدف من الدومين نيمز انه لما انا اكتب دومين نيم يروح يجيب الاي بي ادرس، بعدين الاي بي ادرس من خلال الاي بي ادرس بيجيب المحتوى. الروت سيرفرز هي عباره عن زي كتاب تليفون مكتوب عليه اسم الشخص ورقم تليفونه. يس الروت سيرفر تيبلز كتير أصغر من بيت الدومين، يعني أنت بتروح بهيكلية بالقلب بس تقول جوجل دوت كوم في بعدها الدوت. الروت سيرفر هو الدوت يلي بيقلك وين تروح تلاقي دوت كوم، بيبعدك على السيرفر تبع دوت كوم، تسأل دوت كوم وين إز جوجل دوت كوم. أول سؤال بتسأل الدوت، وهي تيبلز كتير صغيرة منا كتير كبيرة لأنه بدي ضل حافظة بس دوت كوم دوت ال بي دوت يو اس، بس بتحفظ تاني ليفل من الدومينز. سو هذا شغلته روت. قال شغلة اللي كتير ناس بيخافوا منها، قال بيخافوا انه يتجسسوا، او بس بتطلع شو عم بيعمل هيدا، عشو بده يتجسس؟ كل شيء عم بيقول انه اذا بدك تعرف وين الدوت كوم روح اسأل اوجيرو، لانه اوجيرو مسؤول عن دوت كوم. اذا بدك تعرف وين الدوت ال بي روح اسأل سوري الدوت ال بي روح اسأل اوجيرو، اذا بدك تعرف وين الدوت اف ار روح اسأل فرنسا، مثل الدايركتري بفرنسا. هذا كل شيء عم بيقوله. كثير عنده ال ام كي او شو ما كان يكون عنده الانتجريتي تبع المعلومات، بما انه اليوزر ما عنده يعني الجامعه او حيلا حدا ما عنده اكسس، هو اكشلي عنده فيزيكال اكسس على هذا السيرفر، مين اللي بيضمن؟ هو عنده اكسس على السيرفر كسيرفر، بس حاول تدخل عليه لا كان تعريف كونسول تعمل بريك للباسورد، هاي ما راح تقدر تعملها. اوكي يعني انتجريتي والسكيورتي هي مسؤوليه الايكان. شوف بصير في دي دوس اتاكس كثير على هذول الروت سيرفرز كثير، لدرجه انه احيانا بنطلع مش من زمان صار في اتاكات كثير كبيره، يعني في 2015 صار في أتاك ثقيل، يعني حتى لدرجة أنه زميلي المسؤول عن الروت سيرفرز يعني كتب زي بلوغ بوست عن الموضوع. ديدوس أتاكس لابد منها، سيكوريتي ثريتس لابد منها. احنا طبعا زملائي مثلا للأل روت في عندنا مونيتورينج سيستمز، للأذر روت سيرفرز برضو في مونيتورينج سيستمز، بمجرد ما شعرنا أنه في بيهيفير خطأ مش ماشي بشكل صحيح في آلية التواصل مع الجهة المضيفة. طبعا في بروتوكولات ايضا انا بصراحة يعني مش على اطلاع فيها، بس ممكن مثلا احد زملائي يقول خلص خلينا نطفي هذا السيرفر نكنسل عليه، او مثلا ممكن انت يور هوستنج السيرفر احكي معك اقول لك في عندك مشكلة على النتورك. السيرفرز الموزعين بياخذوا الابديت تبعهم جلوبالي، بس مثلا نحن ال سيرفر والكي ما بنسمح لاي بي جاي من برات لبنان تاخذ منه تعمل عليه ريزولوشن. So to restrict the DDoS attacks عليهم the access within the country are localized. محلات تانيين مش مثل عنا، بس نحن عاملين هيك لانه الكباسيتي تبع الانترنت تبعنا كبيره لبرا. سو بالاتفاقيه نعم يا
سو الاتفاقيه بينه وبين ايكان انه في ميلتين لهذا السيرفر، في ميل اللي هي عم يعمل فيتشنج للابديتس تبعه، وفي ميل اللي هو السيرفنج سيرفنج الكوميونتي. سيرفنج تبع الكوميونتي هي انترنال للبنان بس. depending انت وين قاعد باي اي اس بي، لانه الاي اس بي اللي جايين على بيوت عليك كل واحد جاي بمايكرويف مختلفه. مزبوط. في لا بالبيروت اي اكس في بس 9 في 10 سوري في 10 في 10 في 10 10 الكبار مزبوطين. بس للملاحظه هي واحده من البست براكتسز، خلينا نقول انه لما يكون عندك اي اكس بي، انه لما يكون فيه روت سيرفر انستنس بيساعد على انه يخدم كل الجهات اللي بتعمل بيرنج على الانترنت اكسشينج بوينت. ف this is good يعني. طيب من الاشياء اللي يعني بنشجع الناس يعرفوا عنها اللي هو موديل يسمى ريجستري ريجسترار ريجسترنت موديل. الان الريجستري هي الجهه اللي بتشغل توب ليفل دومين، يعني مثلا دوت ال بي هم الريجستري لانه هي الجهه اللي بتشغل دوت ال بي. في عندنا الريجسترار اللي هي الجهه اللي ممكن انت من خلالها تشتري دومين نيم. جودادي مثلا، بتوقع كلكم بتسمعوا جودادي، فجودادي از ريجسترار، بيبيعك دومين نيمز، بيبيعك هوستنج، ويب هوستنج، ايميل هوستنج الى اخره. هلا الريجسترارز تصنف الى نوعين، في عندك الاي كان اكريديتد ريجسترارز، هذول بيكونوا يعني اكريديتد من الاي كان وبيوقعوا عقد مع ايكان، وفي مجموعه من الشروط يعني لحتى تضلك انت اكريديتد ريجسترار. طبعا في حوالي 2500 ايكان اكريديتد ريجسترار موجودين. وفي عندنا الريسيلرز اللي ما بيكونوا ايكان اكريديتد، يعني والريسيلرز كثار بصراحه، يعني حتى في يعني مثلا لبنان ما فيها ولا ايكان اكريديتد ريجسترار. ايه الاردن فيها واحد يا تاج دومين، صحيح. يعني حتى مجملا في المنطقة العربية هم معدودين على الأصابع، يعني بتوقع هم 8 أو 9، في واحد في المغرب، واحد في تونس، الإمارات فيها 4. كلهم عم بيبكوا. مزبوط، that's true. لأنه فهم في النهاية شوف يعني الـ revenue مش من الدومين نيم بزنس. يعني لنفرض أنت اشتريت دومين نيم مع باكج ويب هوستنج مع باكج 3-4 إيميلات، ممكن فاتورتك تطلع سنويا $100، $10 للدومين نيم و $90 للهوستنج. طبعا للأسف احنا في منطقتنا لأنه أسعار الإنترنت عالية، الكهرباء عالية، السبيس مثلا لما بدك تعمل أنت داتا سنتر أو حتى درجات الحرارة عندنا، يعني بتحس إنه المنطقة مش مشجعة إنه يكون فيها داتا سنترز، فبتلاقيهم بيروحوا على كندا، بيروحوا على ألمانيا، بيروحوا على مش عارف وين. بليز. سؤالك جيد. شوف في كل صحيح. طيب خلينا اجاوب لك السؤال الاول. بالنسبة للسؤال الاول، كل التي ال ديز باستثناء دوت كوم عندهم داتابيز موحدة لل whois وبتكون في الريجستري باستثناء .com يعني VeriSign ما عندهم داتابيز موحدة، كل ريجسترار عنده ال whois الخاص في اسماء .com المسجلة. طبعا هاي كانت واحدة من الأخطاء في البداية، يعني للأسف كأنهم مش قادرين يعني يلاقوا لها حل، أو يعني في 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 مشكلة. بس معلش خلينا أجاوب على السؤال الثاني. بالنسبة لسؤالك الثاني عن التفاوت في الأسعار، شوف الآن بالنسبة للجي تي ال ديز مثلا بيكون في عقد بين الجي تي ال دي أوبريتر وبين الآيكان إنه هذا هو السعر، وممكن يكون مكتوب يعني اللي هو الريتيل برايس اللي هو السعر المبلغ اللي راح يتقاضى الريجستري على كل دومين. مثلا VeriSign يتقاضوا على كل دوت كوم توقع $6.95 $6.95 سنوي.
الآن الريجسترار هو اللي بيحدد شو سعر الدومين نيم اللي هو بده يبيعه. زي ما حكيت لكم يعني الدومين نيم ممكن يحصل 10% من قيمة الفاتورة والباقي 90% هي في الهوستنج. ففي كثير ريجسترارز بيقول لك تعال بتلاقي عامل لك إعلان خد دومين نيم مجانا وبنعطيك الهوستنج. فهو بيقول لك أوكي انسى الدومين نيم وبنحطها بشيء ثاني. هو في النهاية الريجسترار بده يدفع على الدوت كوم للريجستري بده يدفع $7 لدوت كوم وزائد ومن ضمنها وطبعا بده يدفع $0.25 للايكان. في different business models مثلا في الاسماء. مثلا مثلا لو تروح على مصر دوت اي جي الاسم اللي بحرف واحد له سعر ايش هو يعني مثلا اللي بحرفين بيكون اغلى شوي او ارخص شوي اللي بثلاث احرف ارخص شوي بعدين بقول لك من 4 إلى 10 أحرف. مثلا في حاله الدوت كوم الاسماء المكونه من حرف وحرفين وثلاث هذول كلهم راحوا 4 فما فوق يعني في مجال مثلا الدومينز اللي باربع احرف كانه المستخدم 1.5% من كل الكومبينيشنز لانه الكومبينيشن هو بيكون 4 to the power 28 فبيكون في يعني شيء بالملايين يعني بالضبط زي .me مثلا يعني they brand it as middle east .tv مثلا مزبوط .fm مثلا طبعا في برضو business models ثاني مثلا اكبر CCTLD في العالم .tk توكيلا 20% من ايرادات البلد تيجي من .tk طبعا اللي ماسك .tk واحد هولندي البزنس موديل تاعه انه النسبة الكبرى من الدومينز بعطيك اياها ببلاش بس بده يكون عليها ترافيك بمقدار معين الان اذا يعني ما قدرت تحقق التارجت ترافيك شو اسمه يعني بشيل منك الدومين نيم طبعا هو بيبيع اسماء دومينز طبعا هو .tk و .cn و .pw يصنفوا كاكثر ثلاث TLDs يعني عليهم مشاكل خلينا نحكي سبام ومالوير وسبايوير والى اخره يس بليز اوكي انا قبل ما انضم للايكان كنت انا مسؤول عن دوت جي او كان يعني يجينا هذا السؤال كثير سجلت دومين نيم مع شركه وعملوا لي ويب هوستنج وعملوا ايميل هوستنج وسكرت الشركه ومش عارف احصل الدومين نيم تاعي يعني شوف مجملا يعني هناك جهل شديد من الناس فيما يخص موضوع الدومين نيم يعني اوكي هلا بالنسبه للهو از برايفسي يعني انت بتقدر تاخذها هاي الخدمه اتس ا سيرفيس بيقدم لك اياها الريجسترار يعني مثلا في جودادي بتوقع اذا بتدفع له $20 بيحط لك الدومين نيم تاعك بيهايند برايفسي هو شو راح يعطيك يعني شو اللي راح يظهر للشخص انه مثلا مو بالضروره لجودادي هو جودادي بيعمل لك مثلا كايميل بحط لك ايميل اي دي اي واحد ببعث لك على الايميل اي دي هذا بيعمل لك ريدايركت على ايميلك هو هي هاي واحدة من الاشياء يعني انتم مستبقين الاحداث شوي بس نعم هلا الهو از اعطيكم مثال مثلا بعض الشركات اللي الان احنا الان عايشين في عصر في الغرب بالذات قبل ما الواحد يسمي شركته او منتجه بيروح بيدور على الدومين نيم احنا للاسف لسه في بلدان بروح بدور على شركه اسم شركه مرتب اشي فانسي مش عارف ايش بدور على دومين نيم ما في في الغرب في العكس الان مثلا الشركات الكبيره اللي بتعمل منتجات بشكل مستمر زي مثلا مايكروسوفت او جوجل او وات ايفر قبل ما يطرحوا منتجهم بيروحوا بيسجلوا الدومين نيم على اساس ما يصير في انفرنجمنت على التريد مارك تاعهم زي مثلا اكس بوكس 360 سجلوا بورتفوليو من اسماء الدومينز وحطوها بهاند برايفسي هلا في كثير من الناس كيف بيعرفوا انه والله
مايكروسوفت رايحين يطرحوا اكس بوكس جديد او ويندوز اوبريتنج سيستم جديد، بيروحوا بنبشوا شو اسماء الدومينز الجداد اللي تم تسجيلهم، فلما بيشوفوا اسماء زي هيك بيقول لك منتج مايكروسوفت الجديد اسمه كذا. بليز نبيل بس اجاوب على سؤالك. The role of who is هو بس حتى يوصلك التكنيكال بيرسون، يعني طلع على الويزا RFC ما 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 في عنده شغل يوصلك مين مسجل الدومين. هو it is a database تتقال لك إذا في مشكلة بالدومين تكنيكال لمين بدك توصل. فمنشان هيك أنونيا ما في، يعني الأيكون والريجستر ما عنده شيء أنوني بيجبره. لانه نحن لحين اللبنيز ليجل ريكويرمنتس، بس ما في شيء بيجبرنا كنا نعمل هيك. بس حتى ما نفوت بالحيط مع الدولة اللبنانيه قلنا ليتس فولو ذوز رايتس. بس نحن وات وي ار كول وي كود تيستينج داتابيس، يعني نحن بيجي الدوكيمنت بدنا نشوف اسم صاحب الشركه واسم الشركه اكزاكتلي از بس هيدا خيارنا نحن از كروس كونتري تيستينج دومين. Lots of countries are not testing domains. ما مجبرين يعملوا هذا الشغل. بس حتى بالأيكون صار له فترة طويلة بيبعتوا كل فترة إنه تأكدوا إنه معلوماتك صح، ليتأكدوا لأنه قد ما صار في كتير ناس عم تسجل أشياء دومينات واستخدمها لقصص illegal. يعني كمان عم بيجربوا يعملوا دومين. هلا للأكريديتد ريجسترارز اللي موقعين عقد مع ICANN، ضمن العقد بينهم وبين ICANN، ICANN بتفرض عليهم انه لازم يعملوا ريفيو للهو إز تاعهم بشكل دائم، واذا ما عمل ريفيو بشكل دائم طبعا عملية الريفيو بتتم انه لازم الريجسترار كأنه سنويا يبعث ايميل لل It is obligatory. ولا بيقول بالايميل انه ممكن يلغو لك مو للسي سي تي ال ديز، ما بيطلع على ما بيعرف الكونتاكت ديتيلز تاعه. انا اللي بعرفه انه يعني اولا الايميل، ببعث لك ايميل اذا انت رديت عليه معناته امورك منيحه بالضبط. الان اذا ما رد الايميل بروح على التليفون نمبر، فيعني الكونتاكت ديتيلز لازم تكون ابديتد. اخر احصائيه كانه 80% من الدومينز ار كويت ابديتد، 80% يعني لسه بضل مشكله بال 20%، وال 20% هذول اللي هم يعني اللي ممكن احيانا تلاقي عليهم مشاكل، مثلا botnets او شركات بتبيع illegal pharmaceuticals او مش عارف ايش. وطبعا قبل فتره صار ديبيت كبير انه الايكان لازم يشيل هاي الانواع من الدومينز عن شبكه الانترنت. طبعا احنا في الايكان ما احنا ريجوليتر، وي ار نوت ا ريجوليتر، احنا لسنا جهه منظمه، احنا وي ار يعني وي فاسيليتيت ثينجز. الان يقع على عاتق الريجسترار انه يفصل الدومين نيم على الانترنت او لا لغايات اخلاقيه. اوكي هذا الدومين نيم انفرنجز سمثينج اون ذا انترنت، اذا يعني من جانب اخلاقي الريجسترار يفترض ينزل الدومين نيم حتى وان كان بيعني انه هي از لوزينج ريفينيو نتيجه لانه سكر الدومين نيم. هلا فعليا الريسيلرز، اي ريسيلر يعني ما بكون ICANN accredited registrar بكون فاتح اكونت مع واحد من ICANN accredited registrars. GoDaddy بتعطيك هاي الخدمه، بعتقد تو كاوز بيعطوك هاي الخدمه. فيو كان بيكم ا ريسيلر بانك تشتري زي اكونت من واحده من الشركات هاي وتصير تبيع دومين نيمز. الان فيما يخص مشكله انه في ناس بيسجلوا دومين نيمز ومن خلال شركه وممكن تسكر الشركه او برفض يعطوهم اسم الدومين او الى اخره، يعني صاحب الدومين بده يتعب له شوي، بده يشوف مين فعلي. اوكي هذا الريسيلر اللي اشترى من عنده، مين الريجسترار تاعه او مع مين عامل هوستنج، لانه هو في النهايه هذا الريسيلر بتلاقيه بيتعامل مع هذا الريجسترار كباكج كامل. يعني مش في كل الاحيان، في بعض الاحيان. فبده يتعب شوي هذا الشخص صاحب الدومين لحد ما يوصل للدومين نيم تاعه. يعني بعض الناس بتوفق وفي بعض الناس يعني they are not successful in this. ولهذا السبب احنا دائما نحكي انه يعني لما كنت انا اشتغل مع دوجو كنت دائما احكي للناس اللي كانوا يحكوا معنا انه انت الدومين نيم امسكه بايدك، خليك انت الفوكال بوينت، ما تعطي الدومين نيم لريسيلر وخلص وانت ما بتعرف عنه شيء. سؤال اوكي
أول سؤال بالنسبة للموضوع الدوت أورج، ما لقيت فترة صار يجينا إيميلز بالنسبة للدوت أورج فيهم إنفورميشن مختلفة، وحتى جودادي وأو أي رجسترا تاني يقول إنه في سبيشال تريتمنت للدوت أورج، ورجعت بعد فترة وقفت، يعني ما لقيت شي سنتين تقريبا، بس أنا ناسي التايم لاين اللي مرق فيها. اوكي انا بصراحه يعني حتى يعني حتى بالهو از يطلع ستراكشر مختلف، يعني حتى بالهو از يطلع ستراكشر مختلف الريجستريز يعني الريجستريز فيهم يعني يضيفوا اشياء للبرودكت تاعتهم ويفرق مثلا يجبروا الريجسترارز انهم يطبقوها، فيعني هاي بس ما لقيت فتره حوالي سنتين وبعدين. طب شو هي بالضبط يعني اشرح لي ايش سبيشال انفورميشن مثل الداتا شيت اختلفت عند ريجستريشن تبعت دوت نت او دوت كوم او شيء ما لقيت الريجستريشن فورم نفسه؟ لا مش الفورم، الهو از الهو از الهو از شكل الهو از صح. يعني شوف هو الهو از اوكي الان الهو از معرف في ار اف سي ضمن اطار معين، الآن كل ريجستري ممكن يعني ممكن في بعض الفيلز تكون إجبارية وبعض الفيلز اختيارية. صحيح. فكل ريجستري بإمكانه يطبق الهو إز مدام إنه بيحقق أدنى المطلوب. أما بخلاف ذلك إنهم يغيروا شكل الهو إز that's fine يعني ما في مشكلة. أوكي. سؤال تاني، هل ممكن حدا يسجل بالك دومين انترناشنال مثلاً for example ABC شو مكان top level وأحجزه لإلي بس؟ اوكي يعني شوف بالنسبه للنيو جي تي ال ديز في شركه مثلا في شركه اسمها دوناتس، دوناتس قدموا على 307 اسم واي ثينك ايفنتشوالي نزلوا ل 150 اسم لانه كان في اسماء مكرره وفي اسماء اسقطوها من البورتفوليو تبعتهم الى اخره، فمثلا هدول بيعطوك اوبشن انه من خلال في ال 150 اسم تاعهم انه ممكن تعمل بري ريجستريشن لاي بي سي شرط انها تتوافق مع سياستهم، بس هم ممكن مثلا في السياسه تبعتهم احنا ما بنعملك بري ريزرفيشن لثلاث لا مش عم بحكي عن اي بي سي، عم بقول اكزامبل لنقول ماي دومين فور اكزامبل ماي دومين بس سجلوا انت يعني مثل يعني بدك تتواصل مع كل ريجستر او ممكن ما سجلوا بس انه عمل برايفس على انه هيدا ممنوع يتسجل وانا بتكفل بال اوكي في موضوع بدي راح احكي عنه اسمه التريد مارك كليرنج هاوس. اوكي بس لأنه صار تقريباً ساعة 6 وبعد عنا ساعة، فحابب إذا فهد في خلص البرزنتيشن تبعه، واللي عنده أسئلة بعد ما نبيل يقدم البرزنتيشن فينا نطرح كل الأسئلة، لأنه في كثير أسئلة يمكن نبيل حيجاوب عنا كمان أو فهد يجاوب عنا بالمحاضرة تبعه قبل ما تخلص، ففي كثير أسئلة بعتقد عم تطلع قبل ما هو يبلش. شو رأيك أنت؟ هو شوف it's complicated. يعني هو في المواضيع يعني المواضيع اللي لسه بدي احكي عنها هم الشباب يعني نوعا ما سالونا عنها اسئله. اوكي وفي انترفنشنز من نبيل، فانا شخصيا ما عندي مانع انه انسى البرزنتيشن واخذ يعني ان اوبن اوبن ديسكشن بس يعني. اوكي طب بدي احكي عن الكوست اوكي طيب اوكي ماشي خلص تمام راح اتركها لك كل نبيل. هلا برضو في شغله لازم يعني المسمى الثالث اللي هو الريجسترانت، الريجسترانت اللي هو الشخص اللي مسجل الدومين نيم او مالك اسم النطاق، ففي الريجستري والريجسترار والريجسترانت، هاي الثلاث مصطلحات يعني لازم نكون نعرف نميز بينهم. ديسبيوت ريزوليوشن طبعا في 98 لما اجت الايكان كانت من اوائل الاشياء اللي اشتغلت عليها انه نبني اليه لحل او لفض النزاعات. يعني انا واحد سجلت جوجل دوت اكس واي زي وجوجل هي علامة تجارية لجوجل، طب كيف جوجل ممكن يسترجعوها مني؟ ممكن يمشوا من خلال آلية فض النزاع اللي اسمها UDRP. هاي مشكلتها انها غالية بتحتاج لشوية وقت يعني. طبعا هاي تطبق فقط على GTLDs سواء الجديدة او حتى القديمة. فيما يخص CCTLDs بعض CCTLDs استخدموا الـ UDRP زي ما هي أو أعطوها لوحدة من الجهات اللي بتقدم خدمة الـ UDRP. في بعض الـ CCTLDs أخذوا الـ Framework للـ UDRP وعملوا لها Customization بحسب قانونهم المحلي.
وفي سي سي تي ال ديز ما عندهم ديسبيوت ريزولوشن ميكانيزم استخداماتي. ف يعني هي تختلف، بس في ناح في حال الجي تي ال ديز اي واحد عنده ديسبيوت بيروح بحلها من خلال اليو دي ار بي اذا هو ارتأى ذلك. طبعا انت ما بتقدر تروح على اي جهه تحل لك تفض لك النزاع، في 5 جهات مرخصه لفض النزاعات من خلال اليو دي ار بي. سؤالك نعم هو دومين نيم مختلف تماما. تمام، خلينا نحكي عن google.com.lb. لو افترضنا انه سياسات.lb تسمح لك تسجل اي اسم من غير الاوراق الثبوتيه ونظام مفتوح، يا فيك تروح تسجل google.com.lb ما حدا بيوقفك. بس مثلا النظام الحالي او سياسه LB الحاليه انه بنطلب منك ورقه، لان اذا انت ما قدرت يعني تثبت انه جوجل فعلا انت بامكانك تسجلها راح .lb يرفضوا لك الطلب. وهيك احنا كنا نعمل في دوت جو، يعني كانت مره اجانا طلب فيسبوك دوت جو رفضنا له اياه، حكى معنا تليفون طب ليش وما ليش، قلنا له هي علامه تجاريه عالميه، هلا اذا فيسبوك مو سائلين فيه وما بدهم يسجلوه احنا ما بنقدر نسجل لك اياه. قلت له روح جيب لي علامه تجاريه باسم فيسبوك وانا بسجل لك اياه ما عندي مشكله. هاي الانفرنجمنت صارت. في مثلا كأنه جوجل بثلاث أوات، 3 أوز. في كيس مرة صارت على facebook.com، بس الاي استخدموا فيها الاي الألمانية اللي فيها نقطتين من فوق، فعملت فيسبوك UDRP واسترجعته من خلال UDRP. فيعني كل الأوبشنز موجودة. طبعاً الشركات الكبيرة كثير بتلاقيها بتسجل مثلاً alternatives، يعني مثلاً جوجل برضو أذكياء. بالضبط بالضبط، وبيكون في عندهم trends. مثلاً هسا مثلاً في .com في حالة Verisign في عندهم servers، أو يعني في عندهم زي واحدة من السيرفيسز اللي بيقدموها إنه شو الهيتس الفيك هيتس أو الفالس هيتس اللي بتصير عندهم على .com. فممكن مثلا تيجي جوجل تحكي لتدفع لفيريساين فلوس مبلغ معين ويحكوا لهم اوكي شو الهيتس اللي ذات ريفولفز اراوند جوجل مثلا، فبيقولوا لهم والله في ناس بيحاولوا يدخلوا جوجل بثري اوز، في ناس بيحاولوا يدخلوا جوجل جي دبل او جي اي اي مثلا او 1 اي. يعني فبتروح هاي الشركات بتعمل برضه ما يسمى بالديفنسيف ريجستريشن، بحيث انه ما يجي شخص يستولي عليها منهم. يعني هاي يعني بتكون بزنس مودلز لريجستريز مختلفه، فيس ذاتس فاليد. يعني هلا في النيو جي تي ال ديز، يعني انتم ذكرتوا نقطه مهمه انه انا شركه بدي اسجل، يعني هل انا بدي اروح اسجل اسم الدومين نيم تاعي تحت كل ال 1420 اسم؟ يعني doesn't make sense، كثير هيك بدفع فلوس كثير. ف what do I do؟ فطلع الكوميونتي بميكانيزمز بآليات يعني سريعة وبتكلف فلوس أقل. واحدة منها مثلا، طبعا واحدة من الآليات الاحترازية خلينا نحكي تسمى بالتريد مارك كليرينج هاوس. أنا شركة مايكروسوفت عندي مثلا بورتفوليو من 1000 علامة تجارية، بروح على التريد مارك كليرينج هاوس بحط كل 1000 اسم مثلا عندهم. طبعا التريد مارك كليرينج هاوس يعني لو ابسط لكم اياها بطريقه بسيطه، هي عباره عن قاعده بيانات بتحتوي يعني على اسماء العلامات التجاريه لكل شركه بتروح هي بتسجل فيها، طبعا مقابل فلوس، هي مقابل ما في شيء ببلاش هون. طبعا الشركتين اللي ماسكين التريد مارك كليرينج هاوس اللي هم اي بي ام من الناحيه التقنيه، وفي كمان ديلويت يعني من ناحيه الامبلمنتيشن. الآن الآلية هون إنه الأسبوع هذا تم طرح 10 نيو جي تي ال ديز. جيت أنا بدي أسجل مايكروسوفت مثلا واحدة منهم دوت تك،
فاجيت انا بدي اسجل microsoft.tech. هلا كونه مايكروسوفت مسجلين علاماتهم التجاريه في التريد مارك كليرنج هاوس، راح يروح اليرت لمايكروسوفت انه في عمليه ريجستريشن، كانت في محاوله لتسجيل microsoft.tech. الان مايكروسوفت شو بتسوي في هاي الحاله؟ اما بتطنش الموضوع او بتحكي لا اوكي خلينا اروح اسجل الاسم بحيث يعملوا بلوك علي. فهاي اليه. بليز باري فهد، if you were clear in that، يلي قصده فهد بتريد مارك كلينج هاوس انحط، يعني مايكروسوفت حطت الاسامي تبعها، بس كل واحد من ريجيسترار جي تي اديس جديد مجبور قبل ما يسجل الاسم يعمل تشيك معهم. سو في هالفيز يلي It's an automatic check. يعني بمعنى آخر لما أنا أحاول أسجل ما راح يبين عندي إنه خلص تمت عملية التسجيل بنجاح ومش عارف إيش، لا راح أضطر أنتظر. بالضبط. فهاي طريقة أخرى إنه بحيث إنه مايكروسوفت ما تضطر تسجل مايكروسوفت دوت هال 1420 اسم اللي موجودين. بالضبط. فهي طريقة انهم يوفروا فيها فلوسهم. الان لنفرض انه مشي microsoft.tech واشتريته، هالموظف اللي في مايكروسوفت ابصر شو كان ماله وقال اوكي خلاص خليه يسجله. الان صارت ضجة داخل مايكروسوفت انه ليش تسجل microsoft.tech والى اخره، بدنا نسترجعه. هلا ممكن يروحوا باليو دي ار بي، بتكلفهم فلوس اكثر، بتكلفهم وقت اكثر، او ممكن يعملوا ما يسمى باليونيفورم رابيد سسبنشن يو ار اس. هذا اليونيفورم رابيد سسبنشن تكلفته $500 وبينتهي يعني باسبوع اسبوعين، وهي مثلا في حاله مايكروسوفت دوت تك هي واضحه انه مايكروسوفت علامه تجاريه لمايكروسوفت، علامه تجاريه عالميه معروفه. بس في هاي الفرق بين اليو دي ار بي واليو ار اس انه في حاله اليو دي ار بي بيتم نقل اسم النطاق مني انا لشركه مايكروسوفت. في حالة URS لا، بتم بيعملوا suspension على الدومينين، بتوقف أنا ما بقدر أستخدمه، بنفس الوقت هو يعني ما بصفي إنه ملك لمايكروسوفت. بالضبط، بس بيعملوا بلوك عليه، ما حدا في يسجله. ممكن ينعمل بلوك لمدة سنة، ممكن لثلاث سنوات أو ممكن لخمس سنوات بحسب إنه شو مايكروسوفت دفعت في التريد مارك كليرنج هاوس ليصير يعني على اسمها. يس إيه بالضبط. الان ممكن انا سجلت microsoft.tech مش قادر استخدمه، خلاص بقول حلو عني، بس يخلص تسجيل يعني بس يجي الاكسبيريشن ديت للدومين نيم، خلاص I'll drop it وما بدي اياه. فممكن في هاي الحاله تروح مايكروسوفت وتسجله. طبعا هذا فيديو للتريد مارك. ايه اوكي شوف هذاك، يعني هاي النقطه الثالثه. وين احنا؟ اوكي سوري. اوكي البوست ديليجيشن ديسبيوت ريزولوشن هاي للنيو جي تي ال ديز، هاي يعني يفتك ما كنت يعني اي وانتد تو سكيب ات. يعني ان ناتشل جي تي ال دي معينه، مثلا انا رحت سجلت معي مليون دولار وبدي اسجل دوت جوجل، اشتري دوت جوجل، ولنفرض انه جوجل نفسها هي ما يعني ما سجلت دوت جوجل، فانا رحت سجلت دوت جوجل ومشيت بهالبروسس ومش عارف ايش، وجوجل ما اعترضت. الان صار بدات عمليه الديليجيشن وشغلت دوت جوجل، فيها جوجل تيجي تقاضيني بعد ما يتم عمليه تشغيل الدومين انه والله استنى شوي، انت سجلت دوت جوجل، دوت جوجل مش ملك لك، دوت جوجل يفترض ملك لي. فبيمشوا في اليه. طبعا هاي الى الان لم تستخدم يعني، بس ارتاع مجتمع الاي كان انه يعني ممكن نحط بروسس زي هيك. الان يعني هذا مثال شوي كبير، أمثلة أبسط. الآن كل جهة تقدمت على نيو جي تي ال دي بتكون حطت في الابليكيشن تاعها إنه هاي استخداماتنا للنيو جي تي ال دي. مثلاً دوت بانك، دوت بانك قالوا أوكي إحنا رايحين نبيع الدومين نيم بسعر عالي، بس رايحين نعطي أمن عالي جداً لكل واحد بيشتري دوت بانك، SSL certificate، DNSSEC، يعني some technologies اللي بتزيد من أمن اسم النطاق. الآن ممكن الجهة اللي بتشغل دوت بانك يعني تبلش تطنش بعض بنود العقد اللي بينه وبين الايكان. فممكن يجي بنك معين مثلا يعمل فايلنج لل PDDRP انه والله يا عمي جماعه دوت بانك وعدوا
وعدونا ووعدوا الايكان من خلال العقد اللي معهم انه والله احنا بنعطيكم 1 2 3، بس في اشي مثلا طنشونا فيه. فيعني طبعا هذا يعني يقع في صلب القانون الامريكي، القانون الامريكي مطاط زي ما بنحكيها. هذا فيديو بصراحة يعني محمد انت عندك الايميلز للشباب اللي سجلوا؟ فيك تبعث لهم كلهم مثلا السلايد بس؟ خلاص يعني فيكم ايه؟ خلاص تمام. هلا الهوز، احنا بصراحة حكينا بشكل مستفيض عن الهوز، يعني ما اعتقد انه في ضل شيء في الهوز، يعني حكينا عن انه طبعا الهوز يعني انا ذكرت من يعني بناء على كرد على احد الاسئله انه كل التي ال ديز عندهم هو از موحد باستثناء دوت كوم. هلا الهو از الموحد يسمى ثيك هو از، بينما الهو از الخاص في دوت كوم اللي هو بيكون عند الريجسترارز يسمى ثين هو از. يعني هاي مصطلحات طلع فيها المجتمع التقني، يعني لا ضرر انكم تعرفوها. طبعا في برايفسي في الهوز، يعني شخص ما بده اسم الدومين تاعه يبين او معلوم او يعني عفوا معلومات الدومين نيم تاعه ما تبين، ممكن يحطها بيهايند برايفسي. طبعا بده يضطر يدفع للريجسترار في هاي الحاله مبلغ زياده. طبعا الان داخل الايكان يعني بتحدث مجتمع المعني في اسماء النطاقات عن منظومة جديدة اسمها Next Generation Registry Services، يعني بتطلعوا على انه كيف ممكن احنا نحسن الهوز. طبعا واحدة من الجهات اللي نوعا ما اثارت هذا الموضوع واللي خلى مجتمع الايكان يمشي في هذا السياق اللي هي الجهات الفارضة للقانون، Law Enforcement Agencies، المخابرات والشرطة، يعني اليونتس او الجهات اللي خلينا نحكي الاقسام ضمن الجيش او الشرطة اللي بتشتغل في السايبر كرايم، انه والله عمي في دومين نيم ببعث ديدوس اتاكس او ببعث سبام كثير او بعمل اشياء تخريبيه، ولما بنروح على الهوز ما بنلاقي بيانات، ولما بنحكي مع الريجسترار بيحكوا لنا ذس از ا برايفسي ايشو وانت جهه في لبنان وانا ريجسترار في المانيا وانت ما بتقدر تطبق علي القانون اللبناني فانا ما راح اساعدك. فبندخل في دوامه انه الريجسترار بيقول لك انا بيجيني بزنس من هذا الكلاينت فانا ما راح اعمل شيء بالنسبه للدومين نيم تاعه. فالنكست جينيريشن ريجستري سيرفيسز يعني قاعدين بنظروا الان الى اليات جديده تساعد في انها تحل مشاكل اللي اصلا موجوده في الهوز. يعني انا ناتشل طبعا شويه معلومات هيك سريعه عن الدومين نيم اندستري بشكل عام. طبعا في العالم طبعا هو اتس مالتي بليون دولار اندستري. طبعا هذا للغرب، احنا للاسف في بلداننا يعني ما الناس ما بتعرف، يعني مش الكل مستوعب او النسبه الكبرى من الناس مو مستوعبين شو اهم يعني شو هالصناعه هاي. طبعا في رواد كثير طلعوا في العالم زي جودا، زي الشخص اللي يعني اللي اسس جودادي بصراحه مش متذكر ايش اسمه، يعني هو كان ريادي ايه يعني. أنا بعرف بعض الرواد في المنطقة اللي بلشوا في هذا الشغل يعني من الأيام الأولى، ويعني شافوا إن الدومين نيمز إشي مختلف يعني. طبعاً بالنسبة لكثير من الشركات يعني الدومين نيم is an asset، it's a digital asset، يعني بيستثمروا فيها. يعني في شركات زي مايكروسوفت تستثمر ملايين الدولارات سنوياً بس على تسجيل أسماء النطاقات اللي هو البراند نيمز تاعتهم، لأن هم عارفين شو أهميتها، وإنه أي يعني إساءة لأحد البراند نيمز تاعتهم أونلاين تعني خسائر مالية بالنسبة لهم. أكبر TLD اللي هو دوت كوم، حوالي 120 مليون اسم مسجل تحت دوت كوم. أكبر CCTLD اللي هو دوت TK اللي حكينا لكم عنه من شوي، 33 مليون اسم. أكبر نيو GTLD اللي هو XYZ، 2.75 مليون. طبعا صاحب دوت اكس واي زي عمره 28 سنه، هيز ملتي مليونير، يعني ثروته لا هو كان شغله بس يبيع اسماء مميزه سبيشال نيمز. لما كان عمره 16 سنه
دخل على واحد من هالريجسترارز وبلش يدور على combinations of domain names ولقى في أسماء كثيرة available فسجلها. فالموني ترانزاكشنز اللي عملها في آخر 10 سنوات أو 12 سنة تقدر 100 مليون دولار. وطبعا البزنس تاعته في لاس فيغاس يعني فكمان بتزيد الطين في البلة. في طبعا موقع إلكتروني اسمه ntldstats.com، هذا راح تلاقوا فيه أسماء نيو جي تي ال ديز اللي شغال الآن وعدد الدومينز اللي مسجلة تحتها. أغلى دومين نيم انباع إلى تاريخه insurance.com، يعني قريب ال 36 مليون دولار. تخيلوا insurance.com ب 36 مليون دولار. This is just a name. business.com 8 مليون دولار. فيعني الناس بتشوف شو أهمية الدومين نيمز. Yes. أنا بدي عندي بس سؤال بفتكر الأستاذ بخاري السؤال، إنه بنتذكر ب 98 ل 2000 كان في حكي عن دوت ال بي، إنه نسجل دوت ال بي يلي هو بعد لهلأ بعد 16 سنة بعدنا عم نحكي بدوت كوم دوت ال بي، وبقى شو السبب لهالعرقيل كلها من وقتها لهلأ؟ بس 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 بسلايد تبعي بعدين كنت رح فرجي الستركشر يلي كانت محطوطة. نحن تركين level.com.gov.edu as unique structure تنيدي نعمل .lb وبعضهم unique هودي. بلشنا ب 99 جرب نعمل شيء اسمه redelegation للدومين حتى يصير under structure اللي هي multi-stakeholder structure، ولحديث الأبع ما صارت structure بعدها واقفة في قانون اسمه e-transaction law، حاطين انه .lb under ministry of commerce، والقانون بعده بفوت وبيظهر بفوت وبيظهر بفوت وبيظهر. جربنا نعمل جمعية يلي كنت رح احكي عنها بعدين يلي بتحل هيدي القصة، يعني بنطلع من القصة كلها. الجمعية انرفضت وبعدنا على قانين هذا الموضوع. قصة قانونية لأنه القانون بلبنان قانون فرنساوي، يعني مش مثل البي اس يلي في عندهم. ما في شيء بقانون لبناني بيقول بيميز بين الدومين والتريد مارك. الاي ترانزاكشن لو بتميز بين الاثنين، بس يلي عم بفهمه مؤخرا باخر كم جلسه رجعوا كمان حطوا تريد مارك مع النيم، يعني رجعوا مثل ما كان قبل. نعم رجعوا ربطوه. نعم كان منشال هو بالاساس بالاقتراح من 1999 كان منشال، رجعوا حطوه ونزل قانون يلي رفضناه وطلع القانون. هلا القانون الجديد يلي كان كمان منشال منه رجعوا حطوه بالجمعتين الماضيين، رجعوا ربطوا الاسم بتريد مارك. والمشكله اذا ربط اسم بتريد مارك اذا فت بليجل سوت بلبنان عندك 10-12 سنة، يعني ما انه سيبيريا اجينس سيبيريا صلون من سنة 99 لهلا بعد ما خلصت القضية تبعهم. فهذا بس اتفرع لين حتى تريد مارك، يعني احنا كنا قبل 99 بدون تريد مارك، كان فرست كام فرست سيرف، كنا تستينج بس بدون تريد مارك، يعني بده يكون لوكل لانه كان في مشكلة انه عندنا خطر كبير اللي هي اسرائيل، ما لازم شركة اسرائيل تسجل لبنان، فكان مجبور يكون لوكال بس ما كان عندنا تريد مارك. و 99 بعد ما صارت سيبيريا ضد سيبيريا حطينا تريد مارك لأنه ما في حل بالمحاكم اللبنانية، يعني بتفوت ما بتقدر. فتصور الشركات عم بفوتوا بقضايا بتاخدهم 12 سنة و 15 سنة، ما بعرف قديش، يعني صاروا 12 سنة بعد ما خلصوا، يعني بس يمكن تاخدهم 15 سنة. يلي كنت رح فرجيه بسلايس تبعي، بس يمكن أنا عم نحكي عن الدومين dispute resolution. هلا صار في شيء بلبنان اسمه arbitration mechanism، فبالجمعية اللي كنا عم نعملها كنا بدنا نحل هذه القصة انه نشيل trademark requirements ونحط arbitration، يعني بيصير registrant عم بيمضي على ورقة بيقول انا بقبل بالarbitration محل الكورت. متى ما قبل بالarbitration وكنا عم نعمل arbitration مع نائبة المحامين يلي هو online arbitration mechanism، لأن arbitration اليوم بغرفة التجارة والصناعة مكلفة، يعني بتكلف بالعشرين لثلاثين ألف دولار حتى واحد يقدر يعمل arbitration. الarbitration بالوايبو بستين سبعين ألف دولار لثمانين ألف دولار الarbitration mechanism. كنا عم نعمل شيء بكلف أقل من ألف دولار مع نائبة المحامين، بأنه كان من نائبة المحامين كان the backup was good for that، لأنه هني بالأساس are the body اللي بدو يحكم بهالقصة. بدون الجمعية ما فيني أعمله، لأنه still the running of the .lb لحديث اليوم هو إن هني volunteer، يعني أنا وناس اللي بس مندفع بس ما بنقبض شيء هذا الموضوع. فحتى نيجي ندفع insurances
وزارة الاقتصاد، وزارة الهاتف رفضته، وزارة الداخلية بس مخالفة لل هلا رايحين لعشرة الدولة يعني، بس كمان بندفع حق محامين يعني اللي شغلة مكلفة كتير. وزارة الداخلية بعتت له وزارة الهاتف بتقول كل شيء معلق بالإنترنت جمعيات لازم يتوافق عليه، يعني إذا في جمعية بدها تراقب وزارة الاتصالات بدها توافق عليه وزارة الاتصالات اللي يعني هو مخالف للدستور بلبنان. بس حتى تحل هيك مشكلة بدك تروحي على شورى الدولة، وشورى الدولة يعني بدك محامين، هلا صار عندنا المحامين يعني، فرايحين على شورى الدولة حتى نقول لوزارة الداخلية أنت مشيتي مخالفة للدستور. كمان بتاخذ لها 5-6 سنين هذه القصة يعني، هي تاني مرة بنروح على شورى الدولة مشان هيك شغلة. ريجستري بلبنان هذه مشكلة أنا عانيت منها. أنا كان في اسم شركة مسجلين تريد مارك IML.com وهالشركة سكرت، بقى هو بالداتابيز ما بيعمل إكسباري مثل ما عم ندفع حقهم ونجدده كل سنة. بقى في مدرسة بنفس الاسم بدها تاخذ الاسم .edu، بقى شو مفروض ينعمل وهو الاسم مسجل ما في ترجع تسجله؟ بس انه هذا الشيء مش منطقي انه شركة سكرت واسمه بعده معلق فيها وهي مش موجودة، ما في سجله. انا بقى انه المفروض يختفي من الداتابيز. الحق باسم لبنان مربوط بتريد مارك، تريد مارك مربوط بس بعد تريد مارك تبعها عندي، فكل ما هي تريد مارك بعدها شغالة لإله. إذا بتروح على وزارة الاقتصاد تريد مارك سنتر بيقول لك هذا الاسم بعده موجود، فعندك واحد من حالين، يا يعني إما صاحب الشركة هذا يجي يقول أنا تنزلت على الاسم يتخلى عن الاسم بصير الاسم موجود بتريد مارك. يعني نحن تنشيل القضايا القانونية من الريجستري من افرادنا نحن، لانه بلبنان بنتلاحق شخصيا ما بيتلاحق شيء اسمه ريجستري، ما في شيء اسمه ريجستري. وحتى القضاء اللبناني يقدر يحكم، الارتباط الوحيد طلع مش غرف التجاره والصناعه. يعني كنا بالاول قبل 99 كنا نقول بس بده يكون عندك شركه، طلع في سبع مؤسسات بيسجلوا شركات بسبع مناطق بلبنان وما في بينهم لينك. فبتلاقي ماكدونالد بتصور انه في ماكدونالد، في حدا مسجل ماكدونالد بزحلي يعني. فطلع الشغلة الوحيدة اللي هي معتمدة هي تريد مارك سيرتيفيكت، لانه هيدي بتنشر بجريدة رسمية. يلي اليوم الحق للاسم بلبنان هو انه حق يكون عندك تريد مارك، وحددوا لنا كلاس واحدة هي كلاس 35. فين كيف؟ فمشينا بهذا الموضوع. يصير في تنازل من الاسم، تنازل من تريد مارك. في كتير عم بيصير هيك يعني، كتير مش كتير بس انه في كتير حالات مثل هيدي الحالة، يلي مسجل تريد مارك ما عاد بده اياها وما عاد عم بيستوى سكر الشركته بقول انا تنزلت عن تريد مارك تبعي. اتز ديسكشن بتصير براتنا نحن ما بنعرف شو صار بيناتهم، بس ما تنزل صار مفتوح الاسم تقدر تسجل اذا تريد مارك او صار تريد مارك لكم. يعني بقول لك بس تنزل عن تريد مارك يعني اعطاك عند كاتب العدل حق باستعمال هيدي تريد مارك. إذا على طول ماني، إذا غرفة تجارة على طول ماني، على طول ماني. نحن كل الجينيريك نيم ما بنعطي، نحن بنعطي شيء اسمه اتستيشن. إذا كانوا جينيريك نيم ما بنعطي اتستيشن، إذا كانوا فاميلي نيم ما بنعطي اتستيشن، بس هو بيروح على الوزارة وبيسجلوا له. متى ما سجلوا له نحن مسجلين لبنان إذا معك خبر. نعم لبنان، كلمة لبنان مسجلة وكلمة ليبون مسجلة، تريد مارك لحد، تريد مارك لشخص. نعم هذا مسجل لبنان أز تريد مارك. طبعا هذا الـ URL راح تلاقوا فيه أسماء النطاقات اللي انباعت يعني بأسعار عالية. طبعا أسماء النطاقات هاي اللي بتم بيعها بأسعار عالية تسمى الـ After Market. طبعا الآن في كثير ناس بيشوف يعني مش من الآن يعني من شي 10-15 سنة خلاص ماشي بيشوفوا الدومين نيم زي قطعة الأرض. اشتري قطعة الأرض واشتغل عليها شوية واتركها، بعد 10-15 سنة بترجع لها بتلاقي سعرها قفز. يعني that's one example. صحيح. طيب اوكي انا يعني بس في احصائيه سريعه حابه افرجيكم اياها. ب
بس خليني احكي لكم عن 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 شغلي في المنطقه. طبعا في المنطقه احنا شخصين بنغطي المنطقه، انا مدير المنطقه وفي كمان زميل لي اللي هو مساعد الرئيسي ذا فايس بريزيدنت زميلي باهر اسمت. طبعا المنطقه الجغرافيه اللي بنغطيها اللي هي 22 بلد عربي، تركيا، ايران، افغانستان، وباكستان، فهذول 26 بلد. طبعا هذا الجدول هيك بيعطيكم نظره عامه عن شو الدنيا عاملة وإحنا شو عاملين. العالم فيه 7 مليار نسمة، المنطقة هاي الـ 26 بلد هدول فيهم 750 مليون شخص، يعني تقريبا 10%. بالنسبة لمستخدمين الإنترنت 3 مليار عالميا، في المنطقة هاي 220 مليون، يعني أقل من 10%. نسبة النفاذ إلى الإنترنت عالمياً 42.86%، في منطقتنا الجغرافية هي يعني أقل شوي من 30%. عدد أسماء النطاقات المسجلة تحت الـ CCTLDs عالمياً 120 مليون، إحنا عندنا في المنطقة 1.5 مليون. طبعاً 1.5 مليون نصهم بس لإيران، لأن إيران فيهم 770 ألف اسم مسجل، يعني هاي الأرقام. Largest CCTLD في العالم .tk يعني 33 مليون هم عندهم، إيران فيها 770 ألف. أكبر IDN في العالم اللي هو 870 ألف اسم مسجل عندنا تركيا في المنطقة، وهذا رقم من شي شهر يعني 10,339 اسم. طبعا في الأسماء العربية أكبر اسم اللي هو دوت إمارات، توقع 2300 اسم أو شي زي هيك. عدد الايكان اكريديتد ريجسترارز في العالم 2500، في منطقتنا هاي 17، طبعا 8 منهم بس في تركيا، يعني بصفوا 9 بس في باقي المنطقه، واحد منهم في باكستان فبصفي 8. يعني ما اشوف شغل الريجسترارز هو موستلي ريادي، وعندنا الرياديين يعني ما بيدوروا على يعني هذا البزنس، يعني هو كمان ممكن قله وعي، قله اهتمام، يعني هي مجموعه من العوامل بصراحه. بالنسبه لاسماء النطاقات العليا كان في 1930 طلب، ومن المنطقة بس كانوا 30، وطبعاً أغلبهم يعني من بلدان الخليج، دوت دبي، دوت أبوظبي، دوت دوحة، دوت اتصالات، دوت STC، مش عارف إيش. بالنسبة للآيكان أكريديتد ريجسترارز أكبر واحد في العالم جودادي، عنده 53 مليون اسم، يعني تقريباً سدس اسماء نطاق. طبعاً في 315 مليون اسم دومين مسجل، يعني جودادي تقريباً عندهم 16-17% من اسماء الدومينات المسجلة عالمياً. في المنطقة عندنا أكبر ريجسترار اللي هو شركة تركية اسمها اسم تسجيل، عندهم يعني شوية أقل من 500 ألف اسم دومين مسجل. طبعاً في عندي بعض الإحصائيات الحلوة هنا في السلايدز، إن شاء الله محمد بيبعث لكم إياها. طبعاً هي كانت مخرجات لدراسة طلبنا من شركة تعمل لنا دراسة عن وضع صناعة أسماء النطاقات في المنطقة هاي في 26 بلد. طبعا الدراسة حوالي 183 صفحة، هذا الرابط الإلكتروني بيفرجيك وين الدراسة، هي باللغة الإنجليزية، بس أنا بصراحة بنصحكم جميعا أنكم تقرؤوها، يعني بتشوفوا شو واقع صناعة أسماء النطاقات في المنطقة وين المشاكل. طبعا هي لما بنحكي عن مشاكل صناعة أسماء النطاقات هي لا تقتصر فقط على صناعة أسماء النطاقات، في عوامل أخرى، يعني منها الوعي، منها التعليم، منها مثلا البنية التحتية، في أشياء كثيرة لها علاقة يعني، فممكن تشوفوها. ونبيل بعطيك اللابتوب. شكرا جزيلا لكم. انا بس رح اكون سريع، رح بس احكي شوي عن اللينك بس لانه سالوني شو ال اللينك هو الليبانيز انترنت سنتر، هيدي جميلة حكيكم عنها قبل شوي. أول شيء أعرف سريع، بتعرفوا شو هو ISOC أو ما عندكم فكرة؟ ISOC is the internet society in Lebanon. It is أي زبطك. ISOC هي non-profit organization يلي شغلها الأساسي هي تهتم بتحسين الانترنت، خدمة الانترنت بالبلد اللي هي موجودة فيه.
ما قال في من مالتي ستيك هولدرز وعندها مالتي ستيك هولدر جوفرنس، يعني ما فيها اداره معينه، كله منتخب ومن كل بنكون جايين من كل القطاعات. اتس بوتم اب اورجانيزيشن وي تراي تو بي اوبن انكلوسيف، وكثير بنحب التيم تبعنا يكونوا عم يشتغلوا، بس عندنا صعوبه نلاقي تيم عم يشتغلوا معنا لانه ما عندنا اوفيسز، ما عندنا بادجتس، ونشتغل مينلي فولنتيرنج ورك. We did quite a bit of training بالسنين الأولين. هالسنة هيدي ما عملنا كتير training، صار لنا سنة ونص ما عم نعمل training لأنه التريننج مكلفين، بدنا نجيب اكسبرت من برا. بس رح نرجع نعمل training، هلا جبنا فانس نرجع نعمل training. الاهتمام تبعنا الأساسي، نحن بلشنا بعد ما عملنا شيء اسمه Broadband Manifesto اللي كنا عم طالب Broadband Deliverance، وبعدين فتنا بالـ IPv6. عملنا a series of training on IPv6 و readiness activities. حتى صار في سبعة من المين ISPs connected via tunnels IPv6 لبرا، لأنه أجيروا ما خلنا نطلع إنه native mode. هلأ فهمنا أنه رح نطلع native mode. اشتغلنا على electronic signature law يلي هي اللو يلي الـ transaction law بعد موجودة لهذا البرلمان. اشتغلنا على DNSSEC وحولنا .RB لـ secure environment، واشتغلنا مع الاسبيس حتى هني كمان يصير في عندهم DNSSEC capabilities، واشتغلنا مع بعض البنوكي كي على DNSSEC تبعهم، بس بعد ما اشتغلنا مع الاند يوزرز on that level. الاند يوزرز يعني كل واحد عنده ويب سايت وعنده نيم سيرفر تبعه والشيء تبعه كمان ready for that. The reason for that is نحن كريجستري we're not ready to invest into creating a database جديدة تبع DNS. اشتغلنا مع الـ IGF، الـ Arab IGF mainly was one of our products، وبعدين سحبنا منه، ما رح أحكي هلا ليش. اشتغلنا مع الـ ICAM، على الـ Middle East Strategic Plan، وهلا بالفيز الثاني تبعه كمان we're going to be part of that. We initiated the Beirut IX setup and then we had a couple of IETF projects, team going to IETF working على standards تبعهم. معظمهم جمعيين، هلا ما عندنا بقى ولا حدا، يعني لسه ما بقى عندنا ولا حدا. And we're looking إذا حدا بهم يكون part of the ITF we'll assist him to be part of that group. Our main project now is the open data. We're creating an open data portal للبنان to try to take حسين and transparency كتير مهمة حتى ما يعود في كتير مشاكل عنا إيه هون. And we did trainings and we created the portal. وهلا بلشنا نروح على الوزارات نجرب نشيف شوي of their data and publish them publicly for the general public. So in a nutshell, we work around the internet activities. We entity اللي ISOC was part of the team اللي created it, but it was a non-profit organization اللي انخلقت as a bottom-up structure. يعني مش بس الISOC هي اللي عملته. And it is a public-private. يعني في بين في بال founding members في وزارة الهاتف ووزارة الاقتصاد والTRA كانوا part of it. بس تغير الوزير تبع وزارة الهاتف انسحب. الوزير الحالي ما عاد بده يصير part of that organization. Representative member تبع للISOC في 11 member on the board يلي هني elected كلهم من associations تبعهم. يعني في غرفة التجارة والصناعة، غرفة التجارة والصناعة عندهم member representative على of link. syndicates في عندهم member يلي بنسميهم associations يلي ما بيشتغلوا بالICT عندهم member. ISPs عندهم member. civil sites عندهم 2 members. universities and non members. وبعدين في 3 اللي هن appointed، هودي الوحيدين اللي appointed اللي هن ال government. هال 11 board ينتخذوا president, vice president, secretary, treasurer لمدة سنتين بس. And هودي بعينه CEO that could run link. ولينك شغلتها وعملتها الأساسية هو to take the .lb .lubnan and to operate them into a multi stakeholder structure. فهيدي جمعية اللي نعمل structure تبعها يلي هلا هو بلبنان، بس واحد يعطي عنه خبر معناته صار شغال. بس اذا بده يروح يقدر يفتح حساب ببنك بده يكون عنده ورقه اسمها عنه خبر كمان يلي ما بعرف شو معناته من وزاره الداخليه. فهي الورقه ما اعطونا اياها، والسبب انه واحده من الوزارات يلي هي هيدا
عطى السلايد اللي بعده. I believe هو حكيتهم على السريع كلهم. البروسيس تبع خلقها هيدا اخذ سنه ونص من يلي كنا جمعنا مالتي ستيك هولدرز وقعدوا كلهم وكنا نجتمع بوزاره الهاتف كل الاجتماع تبعنا. في محامية كتير وفي ناس من various communities and we tried to create a structure يلي كل الناس مسؤولين فيها. هذا كان هدفنا، هدفنا انه تكون bottom up كل الناس مسؤولين فيها وهن بحطوا كيف قوانين التسجيل تبع دوت ال بي، لانه اليوم قوانين التسجيل تبع دوت ال بي انا واصحابي اللي هن مالتي ستيك هولدر كمان، بس انه ما عندنا ولا اي صفه رسميه ولا اي صفه تمثيليه. يعني صار لهم 93 نحن عم نقرر كيف بدنا نحط التسجيل تبعهم وما غيرنا شيء من وقتها، لانه وي فيلت انه ما لنا حق نغير الستركشر اللي هي محطوطه اللي قلت. هو هي باسمي انا مش باسم الاي بي. I'm still until today the operator of the dot lb. انا حطيتها بالاي بي لانه كنت انا بالاي بي. يعني الادمنستريتور از نبيل وخالد اند سو. هلا بعضهم داتا بيسز بالاي بي والاوبريشن بعدها معي واصحابي اللي بيساعدوني، يعني ذي ار اول فولنتيرز. معظمهم ما بحبوا يقولوا اساميهم فمش رح اقول اساميهم. بينما تواصلت under that organization already نحن البوليسي صار في اجتماعات برئاسة الوزراء مع كمان مالتي ستيك هولدر الموجودين ومع المحامين، عدد من المحامين حتى نحط structure جديدة. واللي خبرتكم اياه قبل انه the dot lb would be created، يعني في sunrise period يلي هي من 6 اشهر اللي كل واحد اليوم سجل under .com .edu .كذا بينعطى له هالفترة حتى يسجل dot lb تحت اسمه، لانه اليوم هذا يونيك. بعد هالست اشهر بعدين نفتح لكل واحد اللي عنده تريد مارك شو ما كان تريد مارك تبعه بلبنان تيسجل الاسم. هيدي مرقت اول سنه، بعد اول سنه بيصير first come first serve based on signing the acceptance of the arbitration clause اللي هو انه يعني ما بيروح على القضاء بيروح via arbitration and that would be the simple law. بس مثل ما كان حكي فهد كمان عندنا ريزيرف نيمد، يعني في اسامي اللي هن ريزيرف، في اسامي اللي هن تو كاركترز، وفي اسامي اللي رح يصير في عليهم اوبشنز. والاوبشنز الاوتكم تبعها هو تو بي ايبل تو كرييت اوفر تريننج لجنر. يعني كمان نحن وير نون بروفيت اورجانيزيشنز كنا مقدرين انه بيطلع تقريبا بالسنه شي 80000 دولار من الاوبشنز يلي بيروحوا تو كرييت تريننج فور بيلدينج كاباسيتي فور ذا انترنت، وبيتوزعوا على 4 جمعيات. واحدة منهم يلي هي ايسوك يلي هن رح يسهلوا الترين. And that's it. Yeah. إذا معكم ممبر أو ايسوك كيف تسجلوا بايسوك لأنه بيجيكم كل المعلومات. Yes, this is the link. It's a free membership. There are two membership in ISOC. واحدة منهم يلي هي free online. بس again لأنه بالقانون بلبنان حتى تكون member of جمعية لازم تروح تمضي ورقة وتعطي تذكرتك وتدفع مبلغ من المصاريف. يلي حابب يكون voting member بس ال voting member بده يجي على واحدة من ال gatherings تبعنا. عم بيصير بس تصيروا member بيجيكم invitations عليهم. And then he has to provide copy of his ID card ويدفع بفتكر 15,000 ليرة أو شيء هيك على السنة. So that he can be a voting member. Merci à la présentation qui est très bien, je ne sais pas. Fils de rien. Mais condensé. Les كتار بون في ديسكوسيون في هيدا بلبنان ما عندنا هالشيء. ليه؟ مع انه في كثير اشياء بلبنان لازم نعملها، في كثير اشياء، في كثير نقص، والنقص الكبير هو بالجامعات. كان مسيو فايد بالاي اس تي مفروض فيهم كلهم تلاميذ جامعة أول سنة وثاني سنة كمبيوتر ساينس، سأل مين بيعرف شو يعني أيكان؟ ما حدا. أنا ما بعرف أمشي على بدني. Anyway
كيف فينا ندخل معكم تنساعدكم؟ كيف فينا؟ في عنا كومبيتنس مع الشيء مع انه وكمان ما فيش نسوان كتير ولازم لازم تشجعوا الناس. ولا طالع عبالي كتير اشتغل معكم لانه شفت الاجتماع امبارح كان كتير كتير حلو وسيتي انيمي وسيتي قمر. نحن عملنا كتير اكتيفيتيز بالجامعات، يعني اذا تطلع على الويب سايت تبعنا كنا نعمل بالسنه اكثر من 12 برزنتيشن بالجامعات، بس اجين نحن كلنا فولنتير وعندنا اشغالنا. And then the subject of ICANN و ISOC و DNS بالجامعات ما جابوا حدا، يعني كنا نعمل subject بالجامعات entrepreneurship, privacy, knowledge based economy. للحقيقة كان يوجعنا قلبنا لأنه بعد كل اجتماع نسأل هالقاعدين بهالصالي مين منكم بحب، مين منكم أول شيء حباب لبنان؟ مين منكم بحب برضو؟ مين منكم باقي بلبنان بعد ما يتخرج؟ وكان مش بس التلاميذ الأساتذة كمان يرفعوا أيديهم إنه مش باقيين بلبنان. الشغلة الثانية إنه دعيناهم تيعملوا ISO كلوبس عندهم تيصير هن عم يعملوا أكتيفيتيز، نحن ما فينا نعمل أكتيفيتيز كلهم. عنا وان كلوب بس باليو اس جي، وهالكلوب شغال الوحيد من الكلوبز اللي عملناهم شغال الوحيد لأنه يلي از هيدنج ستيفان بازان اللي كنت عرفت عليه وهو بضلوا يلحقون فيه. The volunteering idea within the students for such an activity ما كثير همتهم، بهمهم السياسة أكثر apparently. عملنا partnership مع الـ IEEE to do that، بس again subject تبع multi-stakeholderism and governance is a dry subject. منو سكسي، بدون شيء سكسي أكثر. Again, بعرف أنك مقدمة تكوني part on the program and if you can create something that would recreate the clubs. نحن لقلنا بأول سنتين كان عنا membership، عنا 600 members يعني منو عددهم قليل، والكلابس كانوا كتير شغالين منيح. After the war started in Syria, what happened بعقل التلاميذ ما بعرف. يعني it is something that I cannot explain. Something changed. People are looking for the outside rather than inside. Why I don't know. سؤالك الأولاني كان سوري عن ما جربتوا إنه ندخل. ليش لينك مش part of ISOC؟ إذا تروح على لينك راح تلاقي the current registry is under ISOC. Okay. It is one of the tab under ISOC. It is www.isoc.org.lb/lbdr. So this is where it is hosted. ISOC is a bottom-up organization. And being a bottom-up organization, there is no structure that is resilient and ما في continuity. يعني بيتغير البورد تبعه من عشية إلى بكرة. While the registry requires a very stable working environment. ما فيك تحطيها محل اللي ما عندك structure that is very, very stable. Okay. فمشان هيك ما حطيناها عند ISOC. هلا there was some discussions إنه نعمل a stable organization under ISOC. But having two boards for the same association is not a good idea according to our lawyers. يعني بنهاية بتنتهي the mother organizations has the upper hand on the operation arm of that organization. فمشان هيك عملنا شيء اللي فيه ناس اللي فيه مؤسسات مش أفراد. والمؤسسات هودي كل واحدة منهم مثل ما فرجيت عندها an association organization اللي it's behind it مش فرد كمان مش شركة. يعني it is جمعية جمعيات هي. And that turned out to be the most the sturdiest environment. And it was actually it is actually a beautiful setup and quite unique. بس ما قدرنا نشغله. Again فينا نشغله. يعني فينا يجي إلا وزارة الداخلية ما فرقني معي شو عم بتقولي نحن بالأوبريشن لأنه عنده خبر إز أوبريشنال. بس again for the purpose of stability that operation to move it from the status it is today to the status it بدك $400. تصير في عندك APP registration registrar mode لأنه محتاج registrar mode. تصير في عندك license coverage for your insurance fees. يصير في عندك redundancy with data centers تبعك. I will not do that بدون ما يكون في a legal framework اللي أنا بعرف إنه شغال ومأمن بلبنان. It is. واليوم خطر أي اليوم على بشخصي أنا يعني it is very very critical today. بس ما عم بفهم.
Okay, maybe you can help. I don't know. I can go to the Ministry of Telecommunication and ask him to... Go and ask at Babadik. I'm serious. We met with him at the level of the chairman of ICANN for 3 times. Chairman ICANN إجا مرتين خصوصي على لبنان. ليه؟ بقول لك ليه ما بده؟ ليه؟ لأنه عبد المنعم يوسف ما بده. داكور بابا. كنت أنا بعدني بالسياسة كتير ضعيفة هون. وما بنعرف ليش ما بده كمان. Anyway. So that's it. If you have questions. لإلي هي ولا فهد. تفضل. في مشكلة بوجهها موضوع الكاش في لبنان. ليه هالمشكلة هذا؟ أي تعديل بسيط كان قدام ناس أو بالأيبيز أو شيء بنطر كذا ساعة لنقدر نشوف التغيير مع إنه إذا فتنا من البروكسي من برا The upgrade of the .lb is on the hour, and the reason for that is the number of servers that we have. We cannot permit to do it more than that. Again, ما تنسى إنه servers موجودين are. عفواً ما كنا سؤال على .lb. على الإنترنت بشكل عام. الكاش تبع DNS. ممكن. Sorry, ما فهمت السؤال. فيك تحدد سؤال أكثر ما فهمت. For example, آخر حادثة صارت معي امبارح. إذا عملت سب دومين لأي دومين كان وتفوت تجربه ما بيشتغل دوري. بينما إذا أخذ مثلا إنترنت من سيبيريا ما بيشتغل، تاخذ إنترنت من وجيرو نفس الموضوع، بتفوت من محل تاني بيشتغل. شو هو اللي ما بيمشي؟ الريزوليوشن تبع الاسم ما بيمشي؟ تبع اي بس هذا السب دومين سب دومين عندك انت او وين السب دومين؟ لا سب دومين مع هوست برا. ما سب دومين there is no difference between the resolution of sub domain is a جاي من هيدي مشكله عم بحكي بالانترنت، عندنا مشكله عم بيواجهها بالانترنت كثير، حكينا مع سيبيريا قال ما في عندنا مشكله، حكينا مع اوجيرو كمان ما في عندنا مشكله. The caching of the DNS is not related لشيء بالISPs locally. يعني انه الISPs they don't cache كل DNS اللي بيشوفون. ما تقدر افهم هيك مشكله بدك تعمل resolution and would show where it is ما فيني جواب هيك لايت هيك سؤال ما بعرف. اوكي شكرا. I've never experienced that to be frank with you. عندك شي فكرة فهد؟ ما عندي. انه غريب لانه اذا از ريزولفينج برا ايش بي ريزولف من هون ما في فرق. It is unlikely. ما بعرف شو عم بيصير. إذا بدك فيك تبعت على info.isaac.org.lb شي واحد من هالمشاكل بس هي معك and then I look in parallel معك وشوف شو بس. It should not. Yeah. شكرا نبيل. Thank you so much. وشكرا كثير لحضوركم معنا. نحن سرعنا الايميلات تبعكم كلكم، رح نبعث لكم البرزنتيشن تبع نبيل وتبع فهد، ويمكن الايميلات تبعهم اذا بدكم تتواصلوا او الانفو للايسوك واذا حدا بعد عنده اسئله بليز ستاي ان تاتش. وشكرا كثير لحضوركم، وكل كل البرزنتيشن مسجله على اليوتيوب تبعنا صارت، ففيكم ترجعوا تحضروها او تشاركوها مع تلاميذكم او تشاركوها مع اصدقائكم وهيك. شكرا لكم. باي باي.